بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة مباراة هامة جدا، مباراة نهاية الدوري العام المصري، آخر مباراة في الدوري العام المصري. نادي الأهلي بطل هذا الدوري، هذا الدوري العجيب والغريب، هذا الدوري الصعب جدا، وبطله النادي الأهلي سيلاقي الوصيف نادي الزمالك صاحب المركز الثاني في الدوري العام المصري هذا الموسم. مهما كانت النتيجة سيظل النادي الأهلي هو بطلا للدوري بعد فوزه قبل نهاية الدوري العام بمباراة وحيدة ببطولة الدوري العام، وبالتالي مهما كانت نتيجة هذه المباراة فسيكون النادي الأهلي بطلا للدوري كالعادة الحقيقة على الأقل في السنوات الأخيرة. لا مش على الأقل، هو دايما الحقيقة في الفترة الأخيرة بيكون النادي الأهلي هو بطلا للدوري للمرة رقم 41 من عمر الدوري العام المصري. النهاردة كالعادة زي ما حضراتكم عارفين مباراة الكل عارف قد إيه أهمية هذه المباراة على الأقل من الناحية الجماهيرية ومن الناحية الإحصائية ومن الناحية التاريخية. التاريخ بيقول ان احنا دايما مباريات الاهلي والزمالك دايما بتبقى مباريات مهمه للجمهور، الجمهور كله بيتابعها، الجمهور كله عايز يكسب هذه المباراه سواء جمهور الاهلي او جمهور الزمالك. ولكن في اغلب المباريات على الاقل من في الالفينات مثلا معظم المباريات اللي لعبناها او لعبها النادي الاهلي ضد نادي الزمالك معظمها تقريبا النادي الاهلي دائما ما يكون هو الاقرب للفوز، ولكن معطيات كثيره جدا بتتغير دائما ولاعبين بتتغير واجيال وراء اجيال، ويظل دائما النادي الاهلي هو من يفوز او هو صاحب اليد الاعلى في الفوز على نادي الزمالك. هنقول لحضراتكم احصاءات كثيره جدا جدا جدا، ولكن زي ما قلت لحضراتكم امبارح النهارده هيكون عندنا 2 استوديو، الاستوديو الرئيسي هيكون هنا عندنا في قناه النادي الاهلي في مدينه الانتاج الاعلامي، اما الاستوديو الاخر هيكون معانا عمر ربيع ياسين من مقر النادي الاهلي في الجزيره، وهيجيب لنا بقى اشياء كتيره جدا جدا. كابتن محمد حشيش النجم الكبير، الكابتن محمد حشيش والنجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم هيكونوا مع كابتن عمر ربيع ياسين من مقر النادي الاهلي في الجزيره. هيكون معانا هنا ان شاء الله 3 من النجوم الكبار، النجم الكبير كابتن حماده صدقي، النجم الكبير الكابتن احمد بلال، والنجم الكبير الكابتن اسامه حسني. احمد بلال ياما جاب اجوال في نادي الزمالك، احمد اسامه حسني ياما جاب اجوال في نادي الزمالك. هنتكلم معاهم عن ذكرياتهم، هنتكلم معاهم عن النواحي الفنيه وكيف يخطط النادي الاهلي للفوز في هذه المباراه، ووجهه نظرهم طبعا في نادي الزمالك وكيف سيلعب نادي الزمالك هذه المباراه. خدوا بال حضراتكم، وانا اسف ان انا هتكلم مع حضراتكم دلوقتي عن هذا الكلام، ولكن دائما احنا هنا في قناه الاهلي النادي الاهلي عندنا سياسه معينه، احنا سياستنا ان احنا بنتكلم عن النادي الاهلي، لا نتكلم عن انديه اخرى. ممكن جدا يعني النهارده طرف المباراه هو وصيف الدوري نادي الزمالك، لازم هنتكلم عن نادي الزمالك، لازم هنتكلم عن الامور الفنيه بالنسبه لنادي الزمالك، ولكن مش واخدين كل البرامج عمال على بطال، ما بتتكلمش غير على نادي مثلا الزمالك او نادي بيراميدز او نادي المصري، الانديه اللي هي المنافسه للنادي الاهلي. دايما قناه الاهلي كده، احنا بنتكلم في اللي يخصنا اكتر كتير من اللي يخص الناس التانية. يعني احنا دايما تلاقوا البرامج اللي في قناه النادي الاهلي اللي بتيجي تتكلم بتتكلم اكتر عن او 80% 90% عن النادي الاهلي، مباريات النادي الاهلي في كل الالعاب، معسكرات النادي الاهلي في كل الالعاب، اللي بيحصل داخل النادي الاهلي، انشاءات النادي الاهلي، مجلس الاداره عنده ايه، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. ما بنمسكش نادي مثلا وبنفضل نتكلم عنه طول الوقت، عمرنا ما بنعمل كده ولا هنعمل كده بالمناسبة. فبالكلام الكتير والكلام اللي بيتقال، ودايما بنحاول من خلال وجودنا في قناة النادي الأهلي سواء أنا أو مجموعة الزملاء اللي موجودين إن احنا دايما لما بنيجي نتكلم مع حضراتكم بنتكلم بمنتهى الصراحة والمصداقية عشان حضراتكم تبقوا عارفين إيه اللي بيحصل في النادي الأهلي خلال هذه الفترة. إيه اللي بيخليني أقول الكلام ده؟ اللي بيخليني أقول الكلام ده إن في ناس ما وراهاش حاجة غير النادي الأهلي، إشاعات 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 على رأي شادية والفنانة الكبيرة سهيل البابلي، إشاعات 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 كل شوية إشاعة إشاعة إشاعة. امبارح وأول 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 مرة قال لك إيه، أصله مسكوا في خناق بعض في معسكر أسبانيا، ماشي سكتنا وعدينا المواضيع وبتاع، هو ده الكلام اللي بيتقال وهو ده الكلام اللي دايما بيقولوه من لا يشجع النادي الأهلي بيتكلموا في هذه الأمور بس،
وللاسف ان هي بتبقى طالعه من ناس محترمه جدا 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 والواحد عارفهم بشكل شخصي وكويس جدا، لكن بافاجئ الحقيقه بمثل هذا الكلام. وناس بقى يعني في النهايه النادي الاهلي احنا او قناه النادي الاهلي هنفضل نعمل كده وهنفضل دايما ماشيين باسلوبنا وبطريقتنا، والكل هو اللي بيمشي ورانا وبيشوف احنا بنعمل ايه وبيحاولوا يعملوا زينا بس ما بيعرفوش للاسف. فعشان كده عايزين نركز في مباراه اليوم، ما نركزش في كل الكلام اللي بيتقال. ان شاء الله بعد ما المباراه تنتهي وابتداء من بكره وبعده بقى هنبتدي بقى نشوف الفتره القادمه ماذا سيفعل ايضا النادي الاهلي. النهارده مباراه مهمه. ليه مباراه مهمه؟ زي ما قلت لحضراتكم لان كل الناس بتتكلم على مين اللي هيكسب النهارده، الاهلي ولا الزمالك. كل مصر الحقيقه بتتكلم، كل الناس قاعده بتتفرج. طبعا المباراه دي فقدت اهميتها من الناحيه التنظيميه في الجدول، لان خلاص الاهلي هو بطل الجدول ونادي الزمالك هو وصيف الجدول او تاني جدول الدوري العام المصري. مهما حدث ايه اللي هيحصل النهارده مش فارق كتير. وبالتالي يا جماعه من فضلكم بعد كده عايزين نبقى القرعه مش موجهه، مش عايزين نخلي مباريات الاهلي والزمالك في نهايه الدوري. بالعكس، مباراه زي دي لو كانت في وسط الدوري او في وسط الجدول كانت هتكتسب شكل وزخم جماهيري وزخم اعلامي وزخم كل حاجه الحقيقه اكبر من كده بكتير جدا. يمكن لعيبه النادي الاهلي واخدين هذه المباراه بمنتهى الجديه، ما بيفكروش في شيء اخر غير ان هم يكسبوا هذه المباراه، مش عايزين يعملوا اي حاجه. بالمناسبه من يوم الجمعه ما بنشوفش لعيب طالع مثلا بيحتفل، خلاص كل الاحتفالات وقفت يوم الجمعه. احتفالاتنا طبعا بالفوز بالدوري العام المصري اللي احنا فزنا بيه يوم الاربع اللي فات قبل نهايه الدوري باسبوع، فزنا بيه يوم الاربع، احتفلنا يوم الخميس، يوم الجمعه كل الاحتفالات بدات تقف. كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والمشرف العام على الكوره راح لفريق الكوره واتكلم معاهم، قال لهم خلاص الاحتفالات كلها انتهت، نبتدي بقى نركز في مباراه يوم الاحد. ربنا يكرمنا ان شاء الله في هذه المباراه الهامه جدا، وبعد كده نشوف بقى الفترة القادمة ماذا سيحدث. إن شاء الله سيتم وجود تعمل احتفالية، هنشوف بقى إيه اللي هيحصل. لسه الأمر ما بقاش بشكل رسمي، ولكن مباراة مهمة، مباراة صعبة، فيها أمور كثيرة جدا هنتكلم عنها، سواء من الناحية الفنية أو من الناحية التكتيكية أو من الناحية التنظيمية. في النهاية أنت بتلعب نادي الزمالك، واحد من أكبر الأندية في مصر الحقيقة بعد النادي الأهلي. دايما تلاقي لما تقول الأهلي بعد كده تقول الزمالك على طول، وبالتالي مباراة مهمة، مباراة صعبة، الكل ينتظر إيه اللي هيحصل في هذه المباراة. كنا نتمنى أن تكون، أنا شخصيا يعني بعيدا عن أي شيء وبعيدا عن كل حاجة، أنا كنت أتمنى أن المباراة دي تبقى في نص الجدول علشان الأمور تبقى مختلفة، التنافس يبقى أقوى. ولكن الحمد لله اللي أنا أعرفه ولما كلمت معظم لعيبه النادي الاهلي خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا، عرفت قد ايه ان النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي بتفصل حاجه، بتخلص حاجه وبتخش في الموضوع الثاني، وهو ده اللي حصل وهو ده اللي بيحصل. لعيبه النادي الاهلي فصلت فوزها بالدوري العام وعايزه دلوقتي تفكير واحد فقط، وهو كيف يفوز النادي الاهلي في مباراه اليوم، ايه اللي هيحصل النهارده، المباراه عامله ازاي، المباراه هتمشي ازاي. اتلعبت مباريات كثيره جدا جدا قمه ما بين الاهلي والزمالك، ومهما حصل بالمناسبه هتظل قمه الاهلي والزمالك هي القمه الاشهر في افريقيا والاشهر في الوطن العربي، واعتقد ان هي سابع او ثامن اشهر قمه او كلاسيكو بيحدث في العالم. وبالتالي الكل دايما بينظر الى هذه المباراه، بينظر للنادي الاهلي، بينظر لنادي الزمالك، ايه اللي هيلعبوا ازاي، مين اللي هيلعب، مين اللي هيكسب. المباراة الأولى طبعا يعني كانت زي لو حضراتكم تتذكروا، كانت في استاد برج العرب وكان في مطر شديد جدا جدا، وما كانتش مباراة كرة قدم ولكن كانت مباراة في كرة الماء لو تتذكروا هذه المباراة. ولا شفنا الأهلي ولا شفنا الزمالك. النهاردة عايزين نستمتع بكرة حلوة، عايزين نشوف كرة جميلة، عايزين نشوف النادي الأهلي زي ما لعب في مباراة المقاولين العرب، وزي ما حضراتكم شفتوا قد ايه كنتوا مبسوطين. كسبنا وربنا كرمنا، ولكن الاداء مخليك واقف مطمن. وليد ازارو بيضيع بس انت واقف مطمن ان في حسين الشحات هيجيب اجوان. وليد ازارو بيضيع بس انت مطمن ان بقيه اللاعبين بيروحوا للجون وبيجيبوا اجوان، واقفين على رجليهم. المعسكر ده بسبب ايه؟ بسبب معسكر اسبانيا، بسبب ان قرر مجلس الاداره مع المدير الفني مع الجهاز الكوره ان هم كل لازم ياخدوا الفريق ويسافروا يقعدوا 10 15 يوم في اسبانيا بعيدا عن كل الاجواء، وتركيز فقط في
المباراة في التمرين فقط، وهو ده اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت. عشان كده والناس كانت بتطلع تقول لك ايه يا جماعه دول ماسكين في خناق بعض، اللعيبه بتضرب في بعض ويعني كارهين بعض جدا. لكن عموما ماشي، يعني زي ما قلت لحضراتكم الكلام ده هنسمع منه كتير وخلال الفتره اللي جايه، واحنا دورنا هنا ان احنا دايما نقول لكم الحقيقه، دايما نقول لحضراتكم ايه اللي هيحصل ابتداء من بعد المباراه. هنبتدي بقى خلاص صفحه الدوري هنقفلها تماما، وهنبتدي نفكر فيما هو قادم. لو مراسلنا جاهز من الفندق يا جماعه تجيبوه لنا ولا لسه؟ ليه لسه ليه؟ عايزينه معانا. طيب يلا. طبعا عايز برضو دايما عشان نحط حضراتكم في الصوره دايما، ودايما بتبقوا معانا ودايما بتبقوا متواجدين معانا من خلال قناه النادي الاهلي، بنحط حضراتكم دايما في الصوره. اعتقد ده وقت الغداء وكابتن وليد ازارو وكابتن علي معلول وكابتن وليد سليمان، الكل اهو دلوقتي نازل على الغداء. اعتقد بعد كده هيبقى في لان وليد نازل بشنطته اهو، وبالتالي هتبقى بعد المحاضره مثلا هيروح على ملعب المباراه. على الاقل لازم تبقى قبل المباراه بساعتين في ارض الملعب، والاوتيل قريب جدا من ملعب المباراة، يعني تقريبا 10 دقائق ربع ساعة من الأوتيل لملعب المباراة. زي ما حضراتكم شايفين من داخل قناة النادي الأهلي بنحاول دايما نحط حضراتكم في الصورة فيما يحدث في معسكر النادي الأهلي، بقى لهم 4 أيام موجودين من بعد مباراة المقاولين العرب. قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي ان هم يقعدوا ويكملوا معسكرهم لحين الانتهاء من مباراة نادي الزمالك. زي ما حضراتكم شايفين علي معلول اتبسط، فرح ان احنا خدنا الدوري، ولكن منتهى التركيز زي ما حضراتكم بتتفرجوا معانا. ياسر ابراهيم ياسر ابراهيم وبرده طبعا كل اللاعبين مركزين زي ما حضراتكم شايفين، جونيور اجاييه وجيرالدو. جيرالدو طبعا وياسر ابراهيم الاثنين طبعا، ده وجبه للغداء دلوقتي اعتقد هياخدوها، بعد كده هيكون بقى في المحاضره الفنيه اللي هيتقال فيها من سيلعب في هذه المباراه. زي ما حضراتكم عارفين في 26 لاعب متواجدين في ملعب في فندق الاقامه، وسيتم اختيار 20 او 18 لاعب ليكونوا متواجدين في هذه المباراه. جونيور اجاييه لعب المباراة اللي فاتت شوية في مباراة المقاولين العرب، واحد من أفضل اللاعبين اللي موجودين في النادي الأهلي خلال هذه الفترة، مع جيرالدو، مع وليد أزارو، مع علي معلول، مع بقية اللاعبين، رمضان صبحي طبعا اللي تم مد إعارته سنة كمان ليكون متواجدا بالفعل هذا الموسم مع النادي الأهلي في صفقة جديدة. أنا بعتبرها صفقة جديدة وجود رمضان صبحي، صفقة مهمة للنادي الأهلي خلال هذه الفترة، بيؤدي بشكل جيد. كنا نتمنى ان يكون متواجد مع المنتخب لانه كان هيفرق كتير جدا جدا. ياسر ابراهيم وعودته مره اخرى بعد الثلاث انذارات هيكون متواجد في مباراه اليوم، هل هيكون متواجد او لا ده اللي هنعرفه. حسين الشحات منذ قليل كان معانا، طبعا دكتور خالد محمود، كابتن ماهر عبد العزيز، بقيه الاداريين والمسؤولين في النادي الاهلي، ايمن اشرف اللي بيؤدي بمستوى رائع خلال هذه الفتره وماشي بشكل جيد جدا جدا، المباراة اللي فاتت واحد من أفضل اللاعبين، واحد من أفضل اللاعبين وهشام محمد، أو ده حمدي فتحي أنا آسف، معلش كلهم شبه بعض. فدايما بنحب نحط حضراتكم داخل معسكر النادي الأهلي عشان تبقوا شايفين حسين الشحات وتبقوا شايفين اللاعبين بيعملوا إيه مع حمدي فتحي، حسين الشحات مع حمدي فتحي أمام حضراتكم. دايما هنحط حضراتكم في الصوره وهنقول لحضراتكم ماذا يحدث في معسكر النادي الاهلي، ولكن قبل ما نكمل كلامنا عن هذه المباراه الهامه خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم.
وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كلنا الحقيقه متشوقين لمشاهده هذه المباراه، نتمنى الحقيقه ان تكون هذه المباراه مباراه من الناحيه الفنيه الكل ينتظرها، نتمناها ان هي تكون من الناحيه الفنيه تظهر بشكل جيد سواء من النادي الاهلي او من النادي الزمالك، وايضا ان تظهر من الناحيه السلوكيه بشكل جيد. كل العالم او معظم العالم، مش هقول كل العالم عشان ما بقاش يعني مزودها قوي، ناس كتيره جدا بتتفرج على مباراه الاهلي والزمالك، ناس كتيره جدا بتنظر الى مصر في من خلال الاهلي والزمالك. الاثنين لعيبه او ال11 لاعب اللي هنا وال11 لاعب هنا، او انا اسف ال18 لاعب وال18 لاعب اللي موجودين هنا، كلهم اصدقاء وكلهم عارفين بعض وفيهم اخوات، كلهم اصدقاء وقريبين من بعض، وبالتالي الناحيه السلوكيه مهمه جدا، الناحيه الاخلاقيه جوه الملعب مهمه جدا. حكم مجري عليه علامات استفهام كتيره جدا، ولكن في النهايه مش هتفرق كتير وجود الحكم في هذه المباراه، مش مساله وجود، ولكن يعني عليه علامات استفهام ان هو واحد من اقل الحكام اللي هتيجي تحكم القمه هذا الموسم. خلال ال 10 15 سنه اللي فاتوا جالنا حكام كويسين جدا، ولكن النهارده الحكم اقل حكم يمكن موجود، ولكن يمكن يؤدي مباراه جيده النهارده، وده اللي هنتكلم فيه مع كابتن سمير عثمان. عايز اقول لحضراتكم كل اللي بننتظره ان احنا نشوف الناحيه السلوكيه من اللاعبين بشكل جيد، الناحيه الاخلاقيه من اللاعبين بشكل جيد، ان احنا نشوف الناحيه الفنيه اللي نتمناها ان شاء الله ان شاء الله مباراه يستمتع بها كل جمهور مصر وخصوصا جمهور النادي الاهلي. خلينا نروح بقى الجرافيك هذه المباراة كالعادة زي ما تعودنا مع حضراتكم، لغاية لما زمايلنا سواء فاروق صلاح أو عمر ربيع ياسين يجهزوا. فاروق صلاح من فندق الإقامة وعمر ربيع ياسين من مقر النادي الأهلي في الجزيرة. مباراة اليوم 28 يونيو نهاية الدوري العام المصري أخيرا بعد سنة استثنائية، زهقنا من الكلمة دي ولكن هي بالفعل سنة استثنائية. النادي الأهلي بطل الدوري العام المصري هذا الموسم، سيلاقي نادي الزمالك وصيف الدوري العام هذا الموسم بغض النظر عن نتيجة اليوم في آخر أسابيع الدوري العام أسبوع الـ 34. أول إحصائية عندنا النهاردة تاريخ مواجهات النادي الأهلي والزمالك في كل المسابقات الدوري العام. ناديين لعب 117 مباراة، النادي الأهلي فاز، أو ما هو ده اللي أنا كنت بتكلم فيه مع حضراتكم، فاز في كام؟ في 43 مباراة، نادي الزمالك فاز في 26 مباراة، أما التعادل كان سيد الموقف في 48 مباراة، فيعني تقريبا الأهلي ضعف الزمالك، أما أهداف النادي الأهلي 145 هدف للنادي الأهلي و100 هدف لنادي الزمالك. طيب خلينا نروح لكأس مصر. في كأس مصر عدد المباريات اللي لعبها النادي الأهلي ضد نادي الزمالك 31 مباراة، نادي الأهلي فاز في 16، متفوق بست مباريات على نادي الزمالك اللي فاز 10 مرات، أما التعادل فكان سيد الموقف لخمس مرات، نادي الأهلي أحرز 57 هدف ونادي الزمالك أحرز 46 هدف. أما عن السوبر المحلي خمس مباريات، نادي الأهلي فاز في 4، نادي الزمالك فاز في مباراة، لم يحدث التعادل في ولا مباراة ما بين الفريقين الكبيرين، نادي الأهلي جاب 5 أهداف، نادي الزمالك جاب هدفين. أما البطولات الإفريقية اتلعبت 9 مباريات، النادي الأهلي فاز في 5، نادي الزمالك فاز في مباراة، اتعادلوا في 3 مباريات، النادي الأهلي أحرز 15 هدف ونادي الزمالك أحرز 9 أهداف، تفوق كاسح وواضح للنادي الأهلي في كل البطولات اللي بيلعبها النادي الأهلي سواء في الدوري أو في الكاس أو في السوبر أو في البطولة الإفريقية. ده مش كلامي، ده كلام الأرقام. اللي بعد كده تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في بطولة الدوري، ما احنا شفناها، لعب 117 مباراة، الأهلي فاز في 43، اتعادلوا في 48، الأهلي خسر 26 مباراة، له 145 هدف عليه 100 هدف. أول وآخر مباراة ما بين الناديين الكبيرين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري، أول مباراة ما بين الفريقين كانت يوم 10 ديسمبر 1948 وانتهت بالتعادل الإيجابي ما بين الفريقين بهدفين لكل فريق. أما آخر مباراة ما بين الفريقين فكانت 30 مارس 2019 مباراة كرة الماء اللي كانت في استاد برج العرب لو تتذكروا، وانتهت بالتعادل السلبي ما بين الفريقين.
أول أهداف النادي الأهلي لأحد العظماء في النادي الأهلي كابتن أحمد مكاوي، وآخر أهداف النادي الأهلي أيضا لواحد من العظماء كابتن وليد سليمان. أول أهداف نادي الزمالك واحد من عظماء نادي الزمالك كابتن عبد الكريم صقر، وآخر أهدافه أيضا واحد من نجوم نادي الزمالك أيمن حفني. لقاءات الأهلي والزمالك الرسمية إمتى بقى؟ اللي بتتلعب في شهر يوليو. تلعب 11 مباراة في شهر يوليو، نادي الأهلي فاز في 7 مباريات، أما الدوري العام 6 مباريات، تعادل 4 مباريات، بالنسبة لكأس مصر مباراة واحدة، بالنسبة للسوبر المصري مباراة واحدة، بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا 3 مباريات. 7 مباريات فاز فيهم النادي الأهلي وتعادل في 4. أهداف النادي الأهلي في 19 هدف، وأهداف نادي الزمالك 8 أهداف في هذا في شهر يوليو. أكبر فوز للنادي الأهلي على نادي الزمالك، طبعا كل الأهلاوية عارفين مباراة أو الشهيرة 6-1، 4-1 مرة واحدة، و6-1 مرة واحدة، 4-2 مرتين، 3-0 ست مرات، 3-1 مرتين. أما أكبر فوز لنادي الزمالك على النادي الأهلي 3-1 ثلاث مرات. حلو برضو رقم 6-1 ده يا جماعة، كده صعب قوي تحطوا المقارنة دي والله. ماشي. أكثر اللاعبين مشاركة في القمة، حسام عاشور كابتن النادي الأهلي ونجم النادي الأهلي 34 مباراة. أما أكثر اللاعبين مشاركة في القمة من ناحية نادي الزمالك، نجم نادي الزمالك وكابتن نادي الزمالك كابتن عبد الواحد السيد لعب 27 مباراة. حسام عاشور بينافس النادي الأهلي. أحرز أهداف النادي الأهلي في مرمى الزمالك ببطولة الدوري 66 لاعب، منها هدف ذاتي أحرزه أحمد توفيق لاعب نادي الزمالك السابق في مرمى فريقه نادي الزمالك. أما أهداف نادي الزمالك في مرمى الأهلي ببطولة الدوري 58 لاعب أحرزوا أهداف، منهم 3 أهداف ذاتية، إبراهيم كابتن إبراهيم كبير وكابتن محمد عامر وكابتن أحمد السيد في مرمى فريقهم للنادي الأهلي. اللي بعد كده في بقى لاعبين أو نجوم كبار أحرزوا للفريقين سواء للنادي الأهلي أو لنادي الزمالك. النجم الكبير الكابتن حسام حسن جاب 9 أهداف، منهم 5 في مباريات القمة طبعا أهلي وزمالك، منهم 5 أهداف مع الأهلي و4 أهداف مع نادي الزمالك. كابتن جمال عبد الحميد جاب 3 أهداف، هدف مع النادي الأهلي وهدفين مع نادي الزمالك. كابتن محمد عامر لاعب الأهلي أحرز هدفي لقاء الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر 1981 الذي انتهى بالتعادل 1-1. أحرز الزمالك في مرمى فريقه النادي الأهلي ثم تعادل بنفسه للنادي الأهلي مرة أخرى. مباراة واحدة فقط انتهت بفوز اعتباري للأهلي على الزمالك بعد انسحاب الزمالك في الدقيقة 6 يوم 9 إبريل 99، واحتسبت النتيجة بهدفين مقابل لا شيء. دي برضو من نوادر القمة. طيب الدوري العام اللي انتهى ده ايه موقف الفريقين فيه؟ موقف النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين لعب 33 مباراة، فاز في 24، تعادل في 5 مباريات، خسر في 4 مباريات، سجل 55 هدف، استقبلت شباكه 20 هدف، عدد النقاط 77 نقطة، صاحب المركز الأول في الدوري العام المصري، وهداف الفريق علي معلول ب7 أهداف. أما نادي الزمالك أيضا لعب 33 مباراة، فاز في 21، تعادل في 9 مباريات، خسر في 3، سجل 65 هدف، استقبلت شباكه 30 هدف، عنده 72 نقطة وصاحب المركز الثاني. أعتقد نادي الزمالك بالمناسبة صاحب أكبر نسبة للفوز بالمركز الثاني في الدوري العام منذ إنشائه أو منذ خروجه إلى النور في 48 من سنة 48 حتى الآن. هداف نادي الزمالك كابتن محمود علاء 15 هدف. اللي بعد كده إمتى الأهلي بيجيب أهدافه؟ 55 هدف مقسمة على 90 دقيقة، 6 أهداف في أول ربع ساعة من عمر المباراة، 8 أهداف في تاني ربع ساعة من عمر المباراة، ثم 7 أهداف في ثالث ربع ساعة من عمر المباراة، مع بداية الشوط الثاني 6 أهداف، ثم الربع ساعة قبل الأخيرة من عمر المباراة 12 هدف، وآخر ربع ساعة
من عمر المباراة 16 هدف. امتى الاهداف بقى بتخش مرمى النادي الاهلي؟ استقبلت شباك النادي الاهلي 20 هدف مقسمة هدفين في اول ربع ساعة وثمان اهداف في اخر ربع ساعة، والعشر اهداف المتبقية مقسمة في الربع ساعة الاولى او الثانية من عمر المباراة هدف، في الربع ساعة الثالثة هدف، في الربع ساعة الرابعة مع بداية الشوط الثاني 7 اهداف، ثم هدف وحيد في الربع ساعة قبل نهاية المباراة. طيب الزمالك أحرز 65 هدف كأعلى معدل تهديفي في الدوري العام المصري مقسمة على 90 دقيقة كالآتي: 8 أهداف في أول ربع ساعة، 9 أهداف في تاني ربع ساعة، 11 هدف في تالت ربع ساعة من عمر الشوط الأول. مع بداية الشوط الثاني نادي الزمالك بيحرز أكبر نسبة له 14 هدف وثم 13 هدف في الربع ساعة من الدقيقة 61 للدقيقة 75 ثم من الدقيقة 76 للدقيقة 90 10 أهداف. أما نادي الزمالك فاستقبلت شباكه 30 هدف بزيادة 10 أهداف عن نادي الأهلي مقسمة على 90 دقيقة كالآتي: هدفين في أول ربع ساعة، 5 أهداف في تاني ربع ساعة، 6 أهداف في ثالث ربع ساعة من الشوط الأول أو نهاية الشوط الأول. مع بداية الشوط الثاني 5 أهداف ثم ربع ساعة من الدقيقة 61 للدقيقة 75 هدفين، وآخر ربع ساعة أكبر نسبة تهديفية دخلت في نادي الزمالك في آخر ربع ساعة من الدقيقة 76 للدقيقة 90. طاقم التحكيم لهذه المباراة: حكما للساحة فرانس كاراكو من المجر، وحكم مساعد ستيفن أولبرت من المجر أيضا، وحكم المساعد الثاني بولش بوزاش من المجر، والحكم الرابع مجري أيضا آدم فوركش. ده طاقم التحكيم لهذه المباراة. طيب قبل ما نطلع نستقبل أول فقرة عندنا النهاردة، خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من فندق الإقامة يطمننا على اللي بيحصل في فندق إقامة النادي الأهلي. تفضل يا فاروق، معانا فاروق؟ تفضل يا فاروق. تحياتي ليك يا كابتن اسلام الشاطر ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. القمه 118 تجمع ما بين النادي الاهلي صاحب القمه وصاحب الصداره وصاحب التتويج والبطوله في مواجهه الوصيف صاحب المركز الثاني نادي الزمالك. خليني اقول لك كابتن اسلام، النهارده فريق النادي الاهلي تناول وجبه الافطار في تمام الساعه 10 صباحا، وتناول وجبه الغداء في تمام الساعه 1:30 ظهرا. الفريق حاليا في محاضره ما قبل المباراه، هيتوجه بمشيئه الله الفريق الى الاستاد برج العرب في تمام الساعه 6:15. التحرك هيكون من مقر اقامه فريق النادي الاهلي. حتى الان قائمه ال 18 لم تعلن سريه للغايه، تشكيل القائمه حتى الان زي ما قلت لحضرتك في نوع من السريه مفروض تماما. كل اللاعبين في حاله جاهزيه تامه، هناك احاديث جانبيه من بعض اللاعبين، خبرات حسام عاشور ووليد سليمان واحمد فتحي في الحديث مع اللاعبين، في احاديث ما بين اللاعبين ثنائيه شفنا رامي ربيعه وصالح جمعه. وليد ازارو يعني في حاله من التفاؤل عند وليد ازارو النهارده، نتمنى ان شاء الله يعني يكون وليد من اللعيبه الموفقه النهارده في هذا اللقاء. اطمن حضرتك كابتن اسلام واطمن كل جمهور النادي الاهلي حاله الجاهزيه اللي عليها اللاعبين، ارتفاع الروح المعنويه والحاله النفسيه، جميع من في معسكر النادي الاهلي بيستعد لاداء هذا اللقاء. كابتن اسلام ان شاء الله هنكون مستمرين مع حضرتك وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي كافه الكواليس كافه الاخبار الخاصه بالقمه الخاصه بالقمه 118 هتكون على شاشه قناه النادي الاهلي. شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح. يعني مش هناخد من كتير لان لسه عندنا بقى مفاجآت كثيره خلال الفتره اللي جايه. هنشوف صلاح فاروق هيقول لنا لما التشكيل الرسمي ينزل، طبعا هنحاول نجيبه لحضراتكم ونقوله لحضراتكم كاول. طبعا زي ما حضراتكم عارفين دايما من خلال قناه النادي الاهلي بيبقى اول تشكيل رسمي بينزل من خلال قناه النادي الاهلي، ونقوله لحضراتكم من خلال شاشه القناه وزميلنا فاروق صلاح اللي طمنا شويه الحقيقه على الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. فطار كالعاده الساعه 10، وبعدين غدا الساعه 1، وبعدين وجبه خفيفه اعتقد هتبقى الساعه 5، وبعد كده او كانت الساعه 5، وبعد كده المحاضره الفنيه، وبعد كده الاتجاه الى ارض الملعب. يعني دايما ماتشات الساعه 8 لما كنا بنلعب كانت بتبقى كده: غدا فطار 10، غدا 1، وجبه خفيفه الساعه 5، وبعد كده المحاضره 5:30، وبعد كده بقى
التحرك 6:15 لملعب المباراة. كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة الهامة جدا، الجماهيرية جدا، كتير جدا هنتكلم عن عمر أو عن هذه المباراة من الناحية الفنية خلال الفترة الجاية. عندنا فقرات هنقولها لحضراتكم. الفقرة القادمة هيكون معايا دكتور أحمد ثابت، هنتكلم معاه عن أهم الأرقام والإحصاءات الخاصة بلاعبي نادي الزمالك، الخاصة بلاعبي النادي الأهلي. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل دكتور أحمد ثابت في أولى فقراتنا النهاردة من ملعب الأهلي في قناة النادي الأهلي. أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين في نهاية الدوري العام المصري، وبعد فوز النادي الأهلي ببطولة الدوري العام الأصعب خلال الفترة الأخيرة وحصول نادي الزمالك على الوصافة في الدوري العام المصري هذا الموسم. آخر مباراة النهاردة الأهلي سيلاقي نادي الزمالك، قمة الدوري العام المصري. عندنا فقرة مهمة جدا دايما بنتكلم فيها عن الأرقام والإحصاءات والمقارنات ما بين المدرب ما المدير الفني ما بين اللاعبين. هيكون ضيفنا النهارده وكالعاده دائما دكتور احمد ثابت، نتكلم معاه عن اهم ما يميز النادي الاهلي واهم ما يميز نادي الزمالك من خلال فقره الارقام والاحصاءات، والارقام لا تجذب ولا تتجمل. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ حياة حضرتك كابتن اسلام. الحمد لله. مباراه مهمه على الرغم من انتهاء الدوري وفوز طبعا النادي الاهلي، انها لن تؤثر بشكل أو بآخر على نتيجة المباراة، لن تؤثر بشكل أو بآخر على الترتيب، ولكن في النهاية تبقى مباراة الأهلي والزمالك تاريخيا وإحصائيا لها أهميتها وجماهيريا طبعا. هي مباراة القمة أو البطل الوصيف دلوقتي يعني بتعتبر حاليا ليها، هي بطولة خاصة ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. بس أنا شايف إن المباراة النهاردة مهمة أكتر كمان للاسارتي. لاسارتي مهم قوي ان هو يعني هو حصل على الدوري، ولكن لسه له بقى البطوله الخاصه عشان كمان يزيد كمان ويدخل قلوب جماهير النادي الاهلي اكتر واكتر. يمكن كمان رقميا يا كابتن اسلام، ما فيش ولا مدرب اجنبي يعني منذ مانويل جوزيه استطاع الفوز على نادي الزمالك. اخر فوز للنادي المدرب اجنبي قاد النادي الاهلي الفوز على الزمالك كان سنه 2008 2009 في الدور الاول مع مانويل جوزيه. فالنهارده لاسارتي لما يفوز على نادي الزمالك اعتقد ان دي هتزوده كتير جدا، هتدخله كمان بقى قلوب الجماهير الاهلاويه، غير ان هو حصل على اصعب لقب دوري من لما جه من شهر يناير، كان موسم صعب جدا، وبالتالي المباراه يعني مهمه جدا 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 كمان لمستر مارتن لاسارتي. يمكن لو شفنا ارقامه ما بينه وما بين كابتن خالد جلال مدرب نادي الزمالك يمكن لاسارتي دي نبدا بيها اول حاجه، المقارنه ما بين مستر مارتن لاسارتي وكابتن خالد جلال. كابتن خالد جلال يمكن مارتن لاسارتي 21 مباراه مع النادي الاهلي في الدوري، كسب 17 وتعادل 2 وخسر 2، نسبه الفوز 81%. النادي الاهلي جاب معاه 37 هدف. معدل الاحراز الهدف في الماتش الواحد 1.7، النادي الاهلي استقبل 11 هدف وحافظ على نظافه شباكه 11 هدف. ايوه. نيجي بقى لخالد جلال مع نادي الزمالك، لعب 3 مباريات كسب مباراه واحده بس. معلش يا احمد قبل بس ما نكمل كلامنا في المقارنه دي، عايز اسالك، هو هل من الممكن ان نقارن ما بين 21 مباراه وثلاث مباريات؟ هو انت يعني تحديدا مع خالد جلال المعدل بيبين، وكمان خالد جلال هنشوف حاجه معينه تفيدنا. ايه هي؟ ان انت بتتكلم في ان هم جايبين نادي الزمالك مع خالد جلال جايبين 6 اهداف في 3 مباريات، اذا مستوى الهجوم بتاع نادي الزمالك كويس، معدل كويس. أيوة. هدفين في كل مباراه، ولكن في عندهم عيوب دفاعيه كتير جدا، بدليل ان هم استقبلوا 4 اهداف في 3 مباريات. نادي الزمالك مع خالد جلال ولا مباراه خرج بشباك نظيفه. فالارقام هنا مهمه جدا، ان ياكد لك ان هم عندهم عيوب دفاعيه كتيره جدا. مع خالد جلال كل مباراه بيدخل فيهم هدف، ولكن على المستوى الهجومي هم عندهم قدرات هجوميه كويسه. برضو على مستوى الانجازات، مستر مارتن لاسارتي اخذ الدوري الاورجواني الدرجه الاولى سنه 2005 و2006 مرتين، واخذ الدرجه الثانيه سنه 2004، ومع ريال سوسيداد برضو اخذ الدوري المصري مع النادي الاهلي. اما خالد جلال ليه بطوله واحده بس، كاس مصر مع نادي الزمالك كانت سنه 2018. مظبوط. دي على مستوى الانجازات.
فبالتاكيد المباراه دي مهمه جدا جدا لمستر مارتن لاسارت. طيب بما اننا بنتكلم عن الارقام ودايما انا بحب الفقره دي والناس كلها بتحب الفقره دي علشان الارقام ما بتكذبش، يعني انت لما تقول واحد مش معناها اثنين، معناها واحد طبعا، ولا معناها نص، معناها واحد. وبالتالي نادي الزمالك مع ايهاب جلال جاب 6 جوال مع خالد جلال مع خالد جلال كابتن خالد جلال، كابتن خالد جلال جاب 6 أهداف في 3 مباريات في 3 مباريات. طيب جابهم ازاي؟ دي الارقام هنا بتاكد ايه؟ ان نادي الزمالك عندهم فرديه في الهجوم، بمعنى مفيش طريقه لعب معينه، مفيش تكتيك معين، ال6 أهداف كلهم حلول فرديه، كلهم ابتكار من لاعب. يعني لو عرضناهم هنلاقي رقم 1 ضربه ركنيه على القائم القريب كانت لخالد بوطيب، برده كان حل فردي. الجون الثاني تسديده من خارج منطقه الجزاء من طارق حامد، حل فردي من طارق حامد. الجون الثالث ضربه ركنيه لعبت على مرتين اللي هي كان الهدف اللي فات في الجونه، برده كانت في اخر المباراه وحل فردي، قدرات لعيبه، ضربه جزاء. الجون الخامس اختراق وتسديد من الجناح احمد سيد زيزو. الجون السادس تمريره من فرجاني ساس العمر السعيد. اذا ما تقدرش تقول ان في يعني تكتيك معين في ال3 مباريات ظاهر، كلها حلول فرديه. ليه؟ لان القدرات الفرديه اللي تحت ال3 لعيبه المتوقعين ان هم يبداوا لنادي الزمالك سواء ابراهيم حسن سواء احمد سيد زيزو سواء محمد ابراهيم، ال3 عندهم قدرات فرديه اكتر من الجماعيه الموجوده في النادي الاهلي، وده سر تفوق النادي الاهلي ان الجماعيه عنده اكتر من الفرديه الموجوده في نادي الزمالك. كلمه قالها كابتن ماهر امام امبارح الحقيقه، ان دائما على مر العصور ومر الاجيال النادي الاهلي جماعيه النادي الاهلي دائما ما بتهزم فرديه نادي الزمالك. طبعا، وده الدليل، ده واضح بالارقام، واضح بالارقام. انت 6 أهداف في 3 مباريات مفيش حاجه معينه، مفيش ايه يعني مثلا كل مره بنيجي مثلا لما جينا حللنا اكتر من فرقه كل الفرق كان في حاجه معينه، لكن في ال3 مباريات دول تحديدا مفيش حاجه، مفيش بصمه واضحه لسه. مفيش حاجه معينه مثلا تقدر تركز عليها او خطوره، هي المشكله كلها حلول فرديه. يعني تلاقي احمد سيد زيزو ناحيه الشمال حل فردي، محمد ابراهيم حل فردي، ابراهيم حسن حل فردي، او ضربه ركنيه، او تسديده من طارق حامد، تمريره من فرجاني ساسي. دي الفكره يعني. تمام، خلينا نروح لمقارنه اخرى. اتنين بيضيعوا كتير، بس يعني عمر السعيد جاب اهداف اخيرا، وليد بقاله كتير الحقيقه بيضيع، محتاج شويه تركيز، هنتكلم عن هذا الموضوع. لكن تقريبا ده لعب 22 مباراه وده لعب 24 مباراه، وبالتالي المقارنه قد تكون واضحه للناس من خلال المقارنه الاخيره. كمان ازارو لعب دقائق اكتر، ازارو لعب 1729 دقيقه، عمر السعيد لعب 1328 دقيقه. ازارو مسجل 6 أهداف وصانع 1، عمر السعيد مسجل 5 وصانع 5. عمر السعيد مهاجم كويس جدا ومحطه قويه وهداف، يعني النهارده لازم سواء اي اثنين هيلعبوا، ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، لازم يخلي باله كويس جدا من تحركات عمر السعيد لانه مهاجم مميز جدا بتحركاته جوه المنطقه، ومهاجم محطه بيعرف يسرق المدافعين بشكل مميز جدا. الناحيه الثانيه ازارو حلو الماتش الاسماعيلي، والناحيه الثانيه ازارو عنده السرعات هتفرق جدا النهارده في قلبي الدفاع مع نادي الزمالك سواء محمود علاء او محمد عبد الغني. ازارو اسرع منهم بكتير، وازارو دايما من اللعيبه او الونش، بس الاقرب محمد عبد الغني ومحمود علاء، يعني التشكيله المتوقعه للنادي الزمالك هم الاثنين دول. ازارو فازارو اعلى منهم على مستوى السرعه كمان. تمام. ازارو من اللعيبه اللي عامله زي وليد سليمان، ازارو اجايو وليد سليمان، الثلاثه دول تحديدا ورمضان، الاربعه دول تحديدا كعبهم عالي دايما على نادي الزمالك. وليد سليمان عنده 4 أهداف مع النادي الاهلي في شباك الزمالك، ازارو سجل قبل كده، اجاي عنده 2، ففي لعيبه كده في المباريات الخاصه دي، البطولات الخاصه بتبقى دايما كعبها عالي. ده يمكن ازارو. معانا برضو مقارنه مهمه جدا 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 ما بين صانع اللعب هنا وصانع اللعب هنا. ما بين صالح جمعه وما بين محمد ابراهيم. مهمه قوي، يعني صالح جمعه لعب 12 مشاركه بس. صالح هيلعب النهارده؟ يعني وليد سليمان 50-50 يا وليد يا صالح، بس صالح طبعا نوعيه اللي هي المركز بتاعه الاصلي اللي هو صانع اللعب، ومحمد ابراهيم هو صانع اللعب بتاع نادي الزمالك. هنلاقي ان توقع اللي انا هقوله ده توقع، مش حاجه يعني مش معلومه ولا حاجه، انا متخيل ان هو هيلعب بنفس الماتش اللي فات، بنفس التشكيل بدايه المباراه في الماتش اللي فات، ويخزن صالح في الشوط الثاني. ده توقع، ده ولا ليس، ما عنديش اي معلومه ولا سالت حد ولا تمام. لكن ده توقع مني انا شخصيا يعني. صالح جمعه لعب 618 دقيقه، لعب اقل من محمد ابراهيم. محمد ابراهيم لعب 894 دقيقه. صالح مسجل 2 وصانع 3، وصانع كام فرصة؟ 15 فرصة، ولعب دقايق أقل، يعني حوالي 200 دقيقة فرق ما بينهم، أكتر من 200 دقيقة كمان لصالح محمد إبراهيم. محمد إبراهيم لعب أكتر. محمد إبراهيم عنده الأسيست 4 أسيست، ما جابش ولا جون، صانع 8 فرص. بالنسبة للمحاولات على المرمى صالح 11، محمد إبراهيم 12، صالح دقته أعلى، وعدد المراوغات عند محمد إبراهيم أعلى طبعًا لأنه لعب عدد دقايق أكتر،
ولكن المقارنه بتاكد ان صالح لو كان يعني لو كان لعب اكتر كان واضح ان هو ارقامه هتبقى اعلى بكتير من محمد ابراهيم. والفعاليه كمان عند صالح جمعه والتاثير مهم جدا، وواحد من افضل اللعيبه المميزه بالتمرير الطولي في مصر صالح جمعه، وبالتاكيد سواء بدا او حتى كان ورقه على الدكه بتبقى ورقه مهمه جدا. برضو في المقارنات الاطراف الاجنحه اللي هي حسين الشحات واحمد سيد زيزو، والناحيه الثانيه رمضان صبحي وابراهيم حسن. خلينا بس نتكلم الاول على حسين الشحات. حسين الشحات يا احمد، طبعا الماتش اللي فات كويس وكل حاجه، وواحد من افضل المباريات اللي لعبها منذ مجيئه الى النادي الاهلي منذ قدومه من النادي الاهلي، ولكن في نفس الوقت حسين الشحات لسه بدري. طبعا لسه كتير قوي طبعًا. يعني ممكن ده 30 اللي عمله الماتش اللي فات ده 30-40% بس طبعا، وبالتالي لانه تعرض لست سبع شهور. انا مصمم دايما ان انا اتكلم على حسين خلال هذه الفتره، انه تعرض لست سبع شهور كانت صعبه جدا من الانتقاد الشديد جدا جدا، وبالتالي انت شايف بداياته عامله ازاي من خلال الارقام اللي قدام حسين بدا يعني الفتره الاعداد بداياته طبعا اللي هي بعد معسكر بعد فتره الاعداد اللي هم كانوا ماسكين في خناق بعض فيه هو وفلان وعلان طبعا فترة الإعداد فرقت جدا مع حسين الشحات. فترة الخناقات بقى مش عايزين فترة الإعداد. فترة الإعداد فرقت جامد جدا مع حسين الشحات. حسين كمان أنا شايفه تاني أكتر لاعب محتاج المباراة دي بعد لاسارتي. حسين لو جاب جون النهاردة أو عمل ماتش كبير هتفرق معاه جامد، هتزود له الثقة أكتر. خلاص بقى هيبقى وصل لمرحلة إن هو ده حسين اللي إحنا عارفينه بقى. حسين يمكن النهاردة مسجل أربع، يعني ده صفقة يناير ودي صفقة يناير، أحمد سيد زيزو جاي في يناير لنادي الزمالك، وحسين الشحات جاي في يناير للنادي الأهلي. حسين الشحات جاب اربع اهداف، احمد سيد زيزو جاب هدف واحد اللي هو كان الهدف المباراه الاخيره قدام نادي الاسماعيلي. على مستوى الصناعه اسيست واحد هنا واسيست واحد هنا، اذا حسين مساهم في خمس اهداف في 16 مشاركه، واحمد سيد زيزو مساهم في هدفين في 14 مشاركه. لكن الاثنين برضه هيفرقوا جامد جدا. احمد سيد زيزو النهارده مشاركته لعيب كويس جدا، واحسن واحد في الثلاثه اللي تحت راس الحربه في نادي الزمالك في الدور الدفاعي. يعني هو النهارده لما يلعب على عبد الله جمعه نقطه ضعف نادي الزمالك من وجهه نظر هي الجبهه اليسرى، حتى لما نشوف الارقام ازاي هم استقبلوا اهداف هي الجبهه اليسرى عندهم. فلما يبدا باحمد سيد زيزو على الجبهه دي، احمد سيد زيزو يديك شويه نوع من الارتداد الدفاعي، عكس ابراهيم حسن الناحيه الثانيه. ابراهيم حسن ما بيرجعش دفاعيا، سيء جدا على المستوى الدفاعي، ومحمد ابراهيم برضو نوعا ما القدرات البدنيه عنده مش عاليه قوي زي احمد سيد زيزو. تمام، معانا برضو رمضان وابراهيم حسن بالمقارنه اللي هي على مستوى الاجنحه الثانيه. هنلاقي ان رمضان يمكن لعب 22 لعب 17 مشاركه بس، ابراهيم حسن لعب اكتر 26 مشاركه، فرق حوالي 500 دقيقه، 1744 لابراهيم حسن و1295 لرمضان صبحي. هنلاقي ان ابراهيم حسن صنع 7 اسيست واحرز هدفين، رمضان صنع 3 اهداف واحرز هدفين. ده يمكن مقارنه برضو بتاكد ان ابراهيم حسن على مستوى الاسيستات بتاعته كويسه جدا، ولكن هو على المستوى الهجومي جيد، ولكن على المستوى الدفاعي اعتقد ان هو مع حمدي النجاز ناحيه اليمين النهارده هتبقى جبهه مش ممكن تكون قويه على المستوى الهجومي، ولكن على المستوى الدفاعي وجهه نظر ان هي هتبقى ثغره يقدر يستغلها علي معلول ويقدر يستغلها رمضان صبحي، لان الجبهه اليمنى عندهم حمدي النجاز وابراهيم حسن الاثنين القدرات الدفاعيه بتاعتهم مش عاليه. ابراهيم حسن خد بالك برده بقاله فتره ما بيلعبش، اخر ماتش بس. نعم اخر ماتش، اخر ماتش ما هو من قبل من قبله ما لعبش فتره طويله. انا اقصد اقول لك ان هو حتى ابراهيم كمان عارف ان هو ممكن يمشي. لا مش ممكن، ده سباستيان دي سابر طلبه بالاسم وعايزه هو بقى مجدي، انهم طبعا لعبوا معاه في النادي الاسماعيلي قبل كده، وهو كان سبب تالق ابراهيم حسن وبهاء مجدي، وبالتالي هو عايزهم يبقوا موجودين معاه في نادي بيراميدز. لما نشوف بقى ايه اللي هيحصل. نكمل بقيه المقارنات اللي عندنا، والمقارنه اللي جايه هي مقارنه هامه جدا ما بين حمدي فتحي وطارق حامد. حمدي فتحي الاثنين بيلبسوا رقم 3، حمدي فتحي 3 وحمدي وطارق حامد 3. طبعا طارق حامد اكبر في السن 30 سنه، حمدي فتحي 25 سنه، وهو العمود الفقري اللي جاي للنادي الاهلي، هو اللي قادم في السن. نيجي نبص على عدد المشاركات بتاعت حمدي فتحي، 28 مشاركه على عكس طارق حامد 29 مشاركه. هنبص نلاقي ان حمدي فتحي اعلى في القدرات الهجوميه بكتير، مسجل 5 اهداف وصانع جونين، طارق حامد هدفين وصانع هدفين. برضو عايزين نتكلم على نقاط الضعف، مهمة قوي نقاط الضعف بتاعت نادي الزمالك. طيب خلينا نروح بقى آخر مقارنة وبعد كده نتكلم على نقاط الضعف. علي معلول وعبد الله جمعة، لأن الاثنين لعيبة دول مهمين جدا الحقيقة طبعا. بالنسبة لي يمكن علي معلول هو لاعب الموسم زي ما قلنا قبل كده، علي معلول بيقدم موسم كويس جدا، يمكن أرقامه حتى بالأرقام، هو عنده 29 سنة، عدد المشاركات 25 مشاركة، لعب 2169 دقيقة، هو الاكثر تهديف، هداف الفرقه 7 اهداف، الاكثر اسيست 7، الاكثر صناعه للفرص، الاكثر ارسال للعرضيات،
علي معلول هو لاعب الموسم في النادي الاهلي، عبد الله جمعه بالتاكيد بيقدم موسم كويس جدا خاصه على الروح القتاليه والجانب البدني، ولكن ارقامه مش عاليه قوي في حته الدور الهجومي. يعني ما جابش اهداف، ما صنعش اهداف غير هدف واحد بس. فيعني عبد الله جمعه ممكن على المستوى الهجومي مش لسه ارقامه مش عاليه قوي، وده اللي هنقوله في نقاط الضعف. يمكن نقاط الضعف النادي الزمالك لو بصينا ازاي هم استقبلوا الاهداف دي مهمه جدا مع خالد جلال. النهارده ايه الثغره الدفاعيه الواضحه؟ هنلاقي ان هم استقبلوا 4 اهداف في 3 مباريات. نادي الزمالك استقبل 4 اهداف في 3 مباريات. الاربع اهداف جم ازاي؟ كلهم من الجبهه اليسرى اللي هي فيها عبد الله جمعه واللي كان فيها قبل كده بهاء مجدي. سواء هنلاقي هدفين عرضيات من الجبهه دي في المساحه اللي هي ورا عبد الله جمعه او تسديده. يعني هي الجبهه دي هي الثغره الدفاعيه الواضحه لنادي الزمالك اللي هي المساحه ما بين محمود علاء وما بين عبد الله جمعه. المساحه دي انت تقدر تستغلها النهارده بحسين الشحات، زي ما قلنا حسين الشحات الماتش اللي فات ممكن يكون نجم المباراه النهارده برضه حسين الشحات لو في حالته يقدر، لان الجبهه دي دايما بيجي منها الاهداف. يمكن حتى لو عرضنا صور الاهداف هنلاقي ان هدف جاي هنا الجبهه دي اللي كانت المساحه دايما اللي ورا بهاء مجدي، المساحه دي بتمثل ثغره دفاعيه كبيره جدا لنادي الزمالك. النهارده عبد الله جمعه المساحه اللي ما بينه وما بين محمود علاء يقدر لعيب زي حسين الشحات ووليد سليمان او صالح جمعه يديله التمرير الطولي زي ما شفنا في كره الهدف دلوقتي، يقدر من وراه ويقدر حسين الشحات يسجل. دي الثغره الدفاعيه الواضحه جدا لنادي الزمالك فيه مع خالد جلال في الاربع مباريات اللي فاتوا. طب ايه الثغره الدفاعيه الثانيه؟ الثغره الدفاعيه الثانيه لنادي الزمالك هي الجبهه اليمين. واللي انا اشوف النهارده ان رمضان صبحي ادي ده الهدف اللي بقول لحضرتك عليه، ان نقدر النهارده نقدر نلعب اللعبه دي كتير. الثغره عندهم في المساحه ما بين محمود علاء وما بين عبد الله جمعه. اهي التمرير الطولي ده النهارده لو اتكرر كتير ممكن نسجل منها اهداف. يبقى من الممكن ان احنا نرى صالح جمعه من البدايه. طب يا ريت صالح جمعه يفرق، صالح جمعه بيعمل عمليه الربط وبيديك تمرير طولي كتير جدا، بيفرق جامد جدا. صالح جمعه في بدايته اعتقد تفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. الناحيه الثانيه برضو الثغره الدفاعيه الثانيه لحمدي النجاز. حمدي النجاز النهارده هو يعتبر واحد من الثغرات الدفاعيه لنادي الزمالك. نعم. لما يلعب عليه رمضان صبحي واحد من احرف اللعيبه في مصر وعلي معلول لاعب الموسم، اعتقد ان الجبهه دي هتمثل نقطه قوه كبيره جدا للنادي الاهلي في المساحات اللي ورا حمدي النجاز. اذا النهارده في مساحات ورا الاطراف بشكل كبير جدا، حمدي النجاز وعبد الله جمعه، والنادي الاهلي عنده اطراف مميزه رمضان صبحي وعنده حسين الشحات رمضان صبحي من ورا حمدي النجاز وحسين الشحات من ورا عبد الله جمعه، هدف مبكر يسهل المهمه بشكل كبير جدا. النهارده قناه النادي الاهلي عامله شويه مفاجآت. اولى هذه المفاجآت عمر ربيع ياسين، نجم عمر ربيع ياسين طبعا هيكون في مقر النادي الاهلي في الجزيره مع 2 من النجوم الكبار جدا جدا في النادي الاهلي ولعبوا مباريات كثيره جدا طبعا. جدا مثل هذه المباريات، نجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم ونجم الكبير الكابتن محمد حشيش عاملين حاجه كده بسيطه من مقر النادي الاهلي بالجزيره. ف عمر ربيع ياسين بقى النهارده عامل لنا شغل جامد، تعالوا نشوف عمر ربيع ياسين عامل لنا ايه من مقر النادي الاهلي في الجزيره، وكعادته دائما متالق ومعاه 2 من المتالقين ومن النجوم الكبار جدا جدا. نشوف عامل لنا ايه النهارده وعمر على شمالي اهو، لا مش على شمالي يعني هناك في مقر النادي الاهلي، انا اللي عايز اروح. فعمر منور دايما ودايما متالق، ووجبة جديدة داخل النادي الأهلي، وجبة كروية جديدة من مقر النادي الأهلي في الجزيرة. عمر كابتن اسلام برحب بحضرتك وبرحب بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا مكملين زي ما حضرتك قلت في مفاجآت قناة النادي الأهلي واستوديو من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، مقر البطولات، مقر النجوم، مقر حضرتك كنت موجود فيه في يوم من الايام، لعبت على ملعب مختار التتش وكنت موجود في مقر النادي الاهلي في الجزيره، وبالتالي زي ما حضرتك قلت كمان معايا 2 من النجوم الكبار جدا اللي لعبوا العديد والعديد من لقاءات القمه الاهلي والزمالك. هنتكلم بشكل مختلف، هنتكلم في الذكريات، هنتكلم في الفنيات، هنتكلم ايضا في التشكيل بالنسبه للفريقين، لكن طبعا في البدايه برحب بنجوم مصر ونجوم النادي الاهلي الكابتن شريف عبد المنعم. كابتن شريف برحب بحضرتك. عمر انا برحب بيك وبرحب بكابتن حشيش وكابتن اسلام وضيوفه اللي في الاستوديو، ومبروك على جميع النادي الاهلي بطوله الدوري العام، وان شاء الله تكمل باذن الله النهارده وتبقى بطوله ثانيه في تاريخنا باذن الله.
طبعا نجمنا اللي مشرفنا منورنا هو الكابتن محمد حشيش. برحب بيك كابتن حشيش. ازيك يا عمر؟ اخبار حضرتك ايه؟ منور. وبرحب كابتن شريف. والوجود في النادي الاهلي، نادي الاصل، نادي الجزيره اللي في الجزيره، بيبقى له وضع تاني واحساس تاني، واكيد انت وكابتن شريف طبعا حاسين نفس الاحساس. يعني في البدايه قبل ما نروح للذكريات، لكن كابتن شريف كابتن حشيش موجودين وسط عائله الاهلي، حريصين نكون موجودين. المحاضرة الفنية اهو وفي طريقه إلى ملعب المباراة، وهما متجهين دلوقتي على الأتوبيس وهيركبوا الأتوبيس ورايحين على ملعب المباراة. وبالتالي بعد قليل إن شاء الله هنحاول نجيب حضراتكم التشكيل الرسمي للنادي الأهلي. زي ما أنتم شايفين معانا على الشاشة النجم عمر ربيع ياسين من مقر النادي الأهلي في الجزيرة، وكاميرا خاصة أيضا بقناة النادي الأهلي موجودة في فندق الإقامة، بتجيب لحضراتكم كل ما يحدث داخل مقر إقامة لاعبي النادي الأهلي، اللي هم دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين متجهين على ملعب المباراة بعد انتهاء المحاضرة الفنية. هيبقى دايما نص الشاشة مع حضراتكم عمر ربيع ياسين ومعاه نجمين الكبيرين كابتن شريف عبد المنعم وكابتن محمد حشيش، والنص الثاني هيبقى دايما مع حضراتكم. الأتوبيس بقى وهو بيتحرك، أنا عارف الناس بتحب تشوف الحاجات دي، فبس حبيت أقول لكم هذا الموضوع يا عمر. وخليني برضو أشكر دكتور أحمد ثابت اللي كان متواجد معايا في الفقرة الأولى، شكرا جزيلا. شكرا دكتور عليك. أحمد عشان عمر بقى يتكلم مع نجومه الكبار، وإن شاء الله بعد ما نخلص عمر نرجع بقى مع حضراتكم تانية. وعمر مش هنخلص منه ولكن هيفضل معنا طول النهار النهاردة إن شاء الله. تفضل يا عمر، يعني سلم لنا على كابتن شريف وعلى كابتن حشيش لغاية لما نرجع لكم مرة تانية. طبعا يا كابتن اسلام، يعني كنا بنتكلم نقول ان احنا من وسط النادي الاهلي في وسط عائله الاهلي، هنتفرج على المباراه وهنطلع على الهواء مباشره علشان نكون مكملين مع حضرتك الاستوديو التحليلي، طبعا الدكتور احمد ثابت وايضا الكابتن سمير عثمان وكل المحللين كابتن حماده صدقي والكابتن بلال والكابتن اسامه حسني. طبعا عايزين نتكلم على الذكريات، اهلي وزمالك، اللقاء القمه رقم 118، لكن كابتن شريف عبد المنعم اكيد ذكريات خاصه عن مباراه اعتقد هتفضل لحد اخر العمر، مباراه خاصه بعيدا عن حسم البطوله بشكل عام، يتبقى مباراه القمه هي الاهم في الموسم الكروي بشكل خاص. هو زي ما انت قلت بالظبط كده، هو العيد بتاع لعيبه مصر كلها انها تتفرج على لعيبه النادي الاهلي والزمالك كمان. العيد الصحافه كلها، العيد الاحصائيات كلها، العيد اللي بيجيب لنا تاريخ اللعيبه الكبار اللي كان ليهم تاريخ معانا في نفس الموقف وفي نفس الفريقين وفي نفس الوقت وفي نفس اليوم. بتحس ان هو عيد في كل حاجه الحقيقه. يعني نهينا عن مين واخد الدوري، صح، مين مش واخد الدوري، ده لوحده بطوله لوحدها بتبقى جماهيريه بحته يعني. فاكيد كل واحد فينا بيبقى ادام لعب ماتش اهلي وزمالك او اكتر من مباراه بيبقى له على الاقل ذكريات، وان كانت دايما مباراه الاهلي والزمالك بتبرز نجوم. يمكن انا من احد الناس اللي كان عندي حظ كويس قوي في موسم 77 78 مباراه اهلي وزمالك في استاد القاهره 1-0، كابتن مصطفى عبده اللي جاب الجول، اعتقد ان كانت بدايتي وبدايه ثقه الجماهير فيا في الامتاع في الملعب او في النجوميه او في التعرف على الاداء اللي دايما الناس بتحبه في مباراه الاهلي والزمالك، صح، مع الفوز كمان. فبيفرق معاك في حياتك انك انت تبقى بتكسب وبتادي مباراه كبيره جدا انت وبقيه اللعيبه كلها، ويطلع بقى شريف، يطلع بعد كده خالد جد الله، يطلع من الناشئين جنب العمالقه اللي احنا كنا بنلعب جنبهم، كابتن محمود الخطيب ومصطفى عبده وكابتن مصطفى وكابتن حسن حمدي بقى، ومن ورا لقدام يعني هتلاقي بقى كابتن مصطفى طبعاً الله يرحمه، طاهر الشيخ، ماهر همام، مصطفى يونس، فتحي مبروك، احمد عبد الباقي، ثابت الله يرحمه اكرامي، وبيلحق بينا شوبير بقى وبقيه الناس واحمد ناجي. يعني كان في اسماء كبيره قوي احنا واكبنا معاهم الذكريات دي والعصور دي، وقد ايه احنا كنا بنبقى ملتزمين جدا و بنحط جماهير النادي الاهلي دايما في عيننا في هذه المباراه، صح، من حيث الامتاع ومن حيث النتيجه. فالنهارده احنا بنتمنى باذن الله ان النتيجه تبقى ايجابيه عشان نتوج بالفعل
بشكل لائق بينا احنا كنادي اهلي. حصلت علينا ضغوط السنه دي كتير قوي، انما ربنا كان مجهود اللعيبه كلها والجماهير والدنيا كلها بالنجاح الحمد لله، عشان كده ببارك لهم وان شاء الله ابارك لهم النهارده بعد المباراه باذن الله. كابتن حشيش، اكيد لقاءات القمه ايضا قمه مختلفه، قمه بتكون ليها طعم خاص، واكيد زي ما كابتن شريف واتكلم على قيمه مباراه القمه بين الاهلي والزمالك والاجيال اللي لعبت واللي لعب معاها والاجيال اللي جت كملت بعدها. حضرتك اكيد عندك ذكريات خاصه جدا بالنسبه للقاءات الاهلي والزمالك، في الاستعداد بيكون مختلف، في التشكيل، في المحاضره الفنيه، حتى في وجود الجمهور. اكيد الكابتن حشيش عنده ذكريات كتيره جدا وخاصه بمباراه القمه. بص يا عمر، ماتشات الاهلي والزمالك لها طابع خاص في كل حاجه، وعند الجمهور وعند اللعيبه وعند مجالس الادارات وعند الاجهزه مباراه مختلفه. ما ينفعش يبقى موجود دوري كبير طويل من غير مباراه اهلي وزمالك. الجماهير مهما بتتفرج على مباريات لفرقها بتستنى مباراه الاهلي او بتستنى مباراه الزمالك، الاثنين مع بعض ذكرياتها كمان مختلفة وبتبقى لها طابع خاص. يعني أنا أفتكر الأسبوع اللي قبل، إحنا طبعا زمان كنا بنلعب كل يعني مباراة واحدة في الأسبوع، يعني بنلعب الجمعة الجمعة كده. فالأسبوع اللي قبل ماتش الزمالك مختلف تماما، مختلف من اللعيبة، إحنا بنبقى فيه اهتمام خاص للمباراة، بيبقى فيه تحضير نفسي لينا إحنا مع يعني مع بعض، قاعدة أكتر مع بعض، بتنزل الملعب، انت بتنزل الملعب جمهور النادي الاهلي بقى موجود. الاسبوع اللي قبل مباراه الاهلي والزمالك، الاسبوع التدريب اللي قبليه بيبقى مالي استاد مختار التتش، ما ينفعش تنزل انت بفانيلا مش عارف كذا، الجزمه مش متلمعه، لان بتبقى انت لا يقل عن 3000 4000 واحد من الجماهير بتفرج عليك، فلازم انت تكون على سنجة عشرة زي ما بيقولوا. اهتمام كبير طبعا، قاعدة في النادي أطول، تجمع أكبر، كلام من كباتن الفرقة والناس الأكبر مننا بيتكلموا معانا، كلام من رئيس مجلس الإدارة. ذكرياتك انت بقى مع مباراة الأهلي والزمالك؟ طبعا ذكرياتي كتيرة، يعني في أفتكر مباراة الحلوة الحلوة طبعا كانت مباراة سنة 84 وكسبنا فيها 1-0 المباراه دي بجون علاء ميهوب. ايوه، وكان النادي كابتن سايس، محمود سايس كابتن سايس، كنا راجعين احنا ابطال افريقيا، ابطال دوري، زمالك ابطال كاس، فالماتش ده حدد يعني معنويا كده بطل ابطال افريقيا يعني. تمام. المباراه دي انا كنت بلعب قبلها على طول اساسي، وفي المباراه في الاسبوع ده بالتحديد اساسي طول المباراه، جيت في ليله المحاضره ولقيت نفسي احتياطي المباراة دي؟ لو تفتكر احنا كنا في اوتيل سياري. من الاوتيلات، ايوه بالظبط كده. ورحت قعدت مع شريف وقلت له يا شريف تخيل، قال لي انا عارف ان انت كان حقك عارف انت تلعب، يعني عارف يسيطر عليك وعارف يحتوي غضبك، وده حاجه مهمه جدا كابتن حشيش. واذكر بالخير كابتن محمود الخطيب في برضه في التوقيت دوت كلمني وقال لي باين على وشك قوي ان انت زعلان ومتضايق، ما ينفعش ان انت تتضايق وتزعل قبل ماتش اهلي وزمالك، احنا كلنا عارفين ان انت كان لازم تلعب، انما دي رؤيه مدرب، لازم تلتزم الصمت ومحدش عارف الخير فين. نفس الكلام ده بالظبط. تاني يوم رحت، طبعا انا بيني وبينك طبعا قرفان ومتضايق ان انا طبعا قاعد احتياطي، وكان نفسي لان كان مستواي كويس واساسي. فالمهم رحت المباراه، اتشاءت الظروف ان بعد بالظبط 10 دقائق من بدايه المباراه اتصاب مدحت رمضان ويلعب مكانه ضايع ناحيه الباك رايت، وانزل العب احلى ماتشاتي ونكسب الماتش ده 1-0، وكان بيلعب علينا في الوقت ده كوارشي لاعب نادي الزمالك، كان من رؤوس الحربه الجامدين. فطبعا المباريات دي وعموما مباريات الاهلي والزمالك كلها لها ذكريات ما تنسيش يعني. يعني واحنا مع النجوم الكبار في نادي الاهلي بالجزيره قدام حضراتكم يا كابتن، شايفين حافله نادي الاهلي بتنتقل من مقر الاقامه الى ملعب برج العرب، المسافه مش كبيره، لكن بننوه للساده المشاهدين معاهم لحظه بلحظه من اول ما البعثه اتحركت من مقر الاقامه وحتى وصولهم ان شاء الله بالسلامه الى ملعب برج العرب. زي ما حضرتك شايف حراسه مشدده ويعني كل الامكانيات متسخره، زي ما كابتن شريف قال هو عيد الكره المصريه، لكن كنا نتمناها عيد بالجمهور، لكن ان شاء الله أول مباراة لا تكون السوبر المصري تكون بجمهور ما بين الأهلي والزمالك، وكمان تكون في ملعب استاد القاهرة. كابتن شريف، حضرتك قلت لي على مباراة سنة 87-88، هل المباراة دي تحديدا الكابتن شريف بالنسبة له هي دي أهم مباراة، ولا ممكن كابتن شريف يصنف 77-78 متأسف، هل الكابتن شريف شايف إن دي
اغلى مباراه بالنسبه له، ولا كابتن شريف شايف ان في مباراه تانية مش قادر ينساها بمحاضرتها الفنيه، بالتشكيل بتاعها، باداء جوه الملعب؟ اكيد كان في بعض المفاجات يا كابتن شريف، دايما في ذكريات كتير قوي يعني. انا عايزين يا كابتن حاجات كده يعني كواليس. لا هقول لك على الكواليس، ده في واحده منهم اتطردت فيها يا كابتن. خلاص بلاش نقولها ده يا كابتن شريف، خلاص. لا لا، في واحده بتاعت 4-2 دي اجمل. انا ما لعبتش الماتش وجاي من البيت، كان عندي حاله وفاه بس والدي الله يرحمه، وطلعت مع اللعيبه كلها واتناولنا الغداء ورحنا الجامع والدنيا كلها متكلمه ان انا هلعب الماتش رغم الوفاه يعني بتاعت والدي. انما وصلت الملعب وجالي كابتن حسن حمدي ومستر كوتي الله يرحمه، ادي كوتي، قال لي انا بفكر ان انت ما تلعبش النهارده، اتحايلت عليه حتى لو لفتره يعني ان انا اكون موجود وما تقلقش من موضوع الوفاه. انما حصل الاحلى ان انا ما لعبتش، والنادي الاهلي كسب يومها 4-2، ومن اشهر المباريات زي 4-3 كده برضو، من اشهر المباريات اللي انا يعني يمكن كنت مع الفرقه فيها وعندي ظروف وفاه وكلام من ده ما قدرتش العب، انما كانت من اجمل الذكريات عليا انا وكلنا جينا هنا في النادي واحتفلنا كلنا مع بعض، ومصطفى يونس خدني وقال لي النهارده كنا لازم نكسب عشان اللي حصل في الملعب مش عارف، قلت له المكسب بيعم على كل شيء، الفرحه بتبقى جميله جدا. يعني اللي انا عايز اوصل له الاهلي بما حضر الحقيقه، اللعيبه كلها بتبقى سواسيه، اللعيبه كلها بتلعب بروح الفانيلا، فمباراه الاهلي والزمالك دي ليها طابع خاص حتى عند لعيبه الزمالك وعند لعيبه الاهلي، وبيبقى ليها انتماءات معينه. النتيجه دي بتبقى ان شاء الله يعني في السماء، وربنا بيوفق الفرقه اللي هي دايما بتلعب. لما احنا بالنسبه لنا احنا عارفين كويس قوي ان دي مباراه لجمهورنا الحبيب، صح، بنهديها بكل العرق والجهد على اساس ان احنا نطلع البلد تحمر كلها زي ما احنا متعودين يعني. فبنتمنى النهارده بذكرياتنا كلها الجميله بالاجيال اللي انت قلت عليها اللي فاتت واللي جايه واللي دلوقتي، انها تبقى مباراه النهارده تاكد وتثبت مدى العيله الواحده بتاعت النادي الاهلي، اذا كانت في الملعب او بره الملعب، والاخلاق الجميله. خدت بالك نحب نشوف المباراه النهارده، اشوفها في اخلاق جميله جدا تليق باسم مصر اللي عملت بطوله الامم الافريقيه العظيمه دي. طيب ندخل في الفنيات يا كابتن حشيش، ونتكلم على مباراه القمه رقم 118 ما بين الفريقين، تاريخ طويل وتاريخ عريق، لكن هل تبقى مباراه القمه رقم 118 الاخيره في موسم طويل جدا بعد ما الاهلي حسم بطوله الدوري رسميا؟ هل ممكن نقول عليها قمه معنويه، ولا القمه هتكون قمه بحماسها باللعيبه اللي موجودين فيها، بالاصرار اللي هنلاقيه من الفريقين بالفوز بالمباراه؟ حضرتك تؤيد انهي سيناريو؟ القمه هي القمه. النادي الاهلي بيدخل المباراه دي وهو كسبان بطوله الدوري، يهمه ان هو يكمل المباراه دي، المباراه الاخرانيه اللي هي بتتوج مكسبه بالدوري، بمكسب معنوي على الخصم او المنافس التقليدي ليه، عكس نادي الزمالك. نادي الزمالك عايز يعمل كرسي في كلوب ان هو يحاول يكسب النادي الاهلي النهارده عشان يضيع فرحته، بس اعتقد ان المكسب يسرق الفرحه، وبعدين مكسب الدوري اعتقد يعني قيمته اكبر من مباراه الاهلي والزمالك، عشان برضو يعني الناس تبقى عارفه بغض النظر عن النتيجه اللي هتبقى النهارده، اللي ان شاء الله ان النهارده انا متفائل ان النادي الاهلي ان شاء الله يعني يكمل تتويجه باللقب، ان هو ان شاء الله يكسب. عايز اقول للنادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت دي يعني الانجاز اللي عمله بتتويجه للدوري العام، اعتقد ان هو ماشي كيرف طالع، فاعتقد ان النهارده ان شاء الله باذن الله هيعمل مباراه كويسه، بس الاهم منها هو زي ما كابتن شريف قال روح الفرقتين لازم، لان في ناس يعني في كل العالم بتنتمي للاهلي والزمالك وعارفه ان الدوري المصري من اقوى الدوريات في العالم، ومباريات القمه الكبيره بين الاهلي والزمالك بتبين المظهر الحضاري بتاع مصر بعد الوطن العربي كله بيتفرج عليه كمان بعد الامم الافريقيه، صح، والتنظيم الهايل اللي حصل. ما نجيش مش عايزين حاجه بقى تعكنن صفو الكلام ده، ان شاء الله الفرقتين يبقوا اللعيبه جوه الملعب روح رياضيه طبعا، وان شاء الله باذن الله تطلع لبر الامان، وان شاء الله النادي الاهلي يكسب يعني. كابتن شريف، يمكن لقاءات القمه دايما بنشوف فيها مولد نجم، ساعات كده بيكون في لقاءات قمه بنلاقي لعيب عمل مباراه استثنائيه بتسمع معاه وبتكمل معاه في باقي مشوار
عمره سواء في بطولة الدوري، في بطولة الكاس، أو في بطولة أفريقيا. هل الكابتن شريف عبد المنعم شايف أن اللقاء اليوم لقاء 118 ممكن نشوف فيها مولد نجم سواء في الأهلي أو في الزمالك؟ ممكن يعني طبعا كلهم نجوم، لكن ممكن نلاقي لاعب النهاردة بيأدي أداء استثنائي ويأثر في المباراة بشكل كبير ويبقى بدايته الحقيقية من مباراة اليوم؟ والله ممكن يكون كمان نجم بيأكد نجوميته. تمام. يعني رمضان صبحي مثلا، حسين الشحات بيكرر المباراه اللي فاتت بالثقه اللي هياخدها يعني من المباراه اللي فاتت ببطوله الدوري. في لعيبه عندك كتير قوي ناس نفسها، صالح جمعه مثلا النهارده، صح، يعني نفسها يكون ليه دور كبير قوي ويكون بمكسب الحقيقه. فاعتقد اللي مطلوب منه النهارده انه يثبت بقى ان هو يعني جدير بانه يبقى سنتر فيرود المغرب والنادي الاهلي. هو وليد، يعني وليد ازارو المفروض هو اللي احنا بنطلب نكون هو نجم المباراه النهارده اللي هي تاكد لنا الفوز. يعني انا بحب دايما يبقى في خليه شغاله بتعليمات مدير فني كويس، بلعيب عندها الروح، بالاداء كله، تنتهي الهجمه بسنتر فيرود واعد لنفسه ان هو يحسن الشكل او يجيب الجوال بقى النهارده اللي احنا محتاجينها للتتويج الفعلي بجد. صحيح. للبطوله كمان يعني، والتتويج الفعلي لنفسه هو كمان في ختام الموسم. فهنقول كل اللعيبه اللي كانت عندنا كلها نجوم الحقيقه، يعني احمد فتحي ومحمد هاني وعلي معلول هدافين. صحيح. يعني لما بيلعبوا بالاطراف عندك والدنيا دي هي اللي بتمشي الفرقه معاك، الاطراف بتاعتك بنص ملعبك، بتلاقي ممكن عمرو سوليه النهارده ياكد نجوميته وبيحرز هدف خاطف بتقوله في منطقه الجزاء لو بنتكلم في الفنيات يعني. انما انا النهارده انا شايف ان كل الناس بياكدوا نجوميتهم النهارده عن طريق الاداء وعن طريق اللي هو طبعا هيبقى صاحب الفرحه بالاهداف يعني. فزي ما انتوا اتفضلتوا وقلتوا النهارده في عوامل كتير قوي تجعل من اللي موجودين جوه البساط النهارده الاحمر نجوم الحقيقه. كابتن حشيش، هنتكلم على الدوافع. اي مباراه كره قدم بيكون ليها دايما دوافع، لكن كل فريق لازم يكون عنده الدافع الاكبر من الفريق الاخر علشان يكون عنده الاصرار في الفوز. هل مباراه القمه بتكون مختلفه في الدوافع وان الدافع بيكون متساوي عند الفريقين علشان دي بطوله خاصه بعيدا عن بطوله الدوري، ولا الاهلي بعد تتويجه بلقب الدوري وتزامن مباراه القمه في نهايه الموسم بيخلي الدافع عند النادي الاهلي اكبر من نادي الزمالك؟ بص، هو دافع النادي الاهلي المره دي خلاص بطوله الدوري اتحسمت. الدافع عند النادي الاهلي هو مكسبه على نادي الزمالك بعد الدوري الطويل الغلس اللي كان موجود، عايز يكسب طبعا النادي الاهلي، عايز يكسب النادي الزمالك. النادي الاهلي ما عليهوش الضغوط الكبيره بتاعه البونت والثلاثه بونت، بيلعب مستريح، عامل مباراه كويسه المباراه السابقه على طول، مستوى اللعيبه الحمد لله كلهم على مستوى عالي. اللي عليه ضغوطات الاكتر نادي الزمالك، نادي الزمالك خسر دوري عام، عايز يقدم اي حاجه لجمهوره تعوضه عن خسارته للدوري العام، مع ان دي مش هتعوض طبعا لان الدوري زي ما بقول قيمه لوحدها، انما على الاقل يبقى ما خسرش الدوري. صح. وخسر كمان من النادي الاهلي. اللي انا عايز اقوله كمان بالنسبه للعيبه، اتمنى النهارده يعني تفوق ونجوميه لبعض اللعيبه امثال حسين الشحات وحمدي جمعه، دول الاثنين حمدي فتحي، لان حمدي عامل كمان ماتش اللي فات حلو قوي، وحسين شحات عامل ماتش كويس جدا قوي يعني. عايز النهارده يتوج بقى المستوى بتاعه النهارده على مباراه كويسه على نادي الزمالك، وطبعا لو احرز اهداف دي تبقى حاجه كويسه بالنسبه طبعا لحسين. يعني انت بتقول الهدوء في اللعب النهارده، صح، طبعا يجعلك توصل للشيء اللي انت يعني تتمناه. طبعا كذلك صالح جمعه برضو اعتقد ان ممكن، مش عارف بقى احنا لو هنتكلم فنيا ممكن يبتدي بيه النهارده، لان احنا حسينا كلنا نعرف التشكيل ان شاء الله، حسينا كلنا عمر ان الملعب اتظبط لما نزل صالح الشوط الثاني. فاتمنى ان هو يبدا ان شاء الله باذن الله المباراه ويعمل مباراه برضو تثبت اقدامه كنجم كبير جدا واضافه كبيره للنادي الاهلي مع حمدي فتحي وحسين الشحات ان شاء الله. طيب، واحنا مكملين مع حضراتكم برضو بنتابع معاكم لحظه بلحظه كل ما هو جديد في وصول بعثة النادي الأهلي إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية. الأتوبيس بيصل بالسلامة إلى ملعب المباراة زي ما حضراتكم شايفين، ياسر إبراهيم، صالح جمعة، مستر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي. واضح التركيز
واضح الإصرار على لاعبي النادي الأهلي. خلاص بطولة الدوري انتهت، وبالتالي التركيز وإغلاق الصفحة الماضية، ده من سمات وعادات النادي الأهلي دايما. كابتن شريف، عايز أعلق على اللقطة اللي احنا شفناها، كل اتكلم وقال ان مباراة الأهلي والمقاولين، نادي الأهلي فرح بلقب الدوري، خلاص الفرحة انتهت والأهلي انتقل إلى مباراة الزمالك علشان يركز. هل التركيز باين على وشوش اللعيبة من الجزء أو من اللقطات اللي باينة قدامنا دلوقتي على الشاشة، ونقدر نقول إن يعني في تفاؤل كبير وفي روح كبيرة على لاعبي النادي الأهلي، وإن المباراة بالنسبة لهم مش مجرد إن هي تحصيل حاصل أو بطولة أو مباراة بلا بطولة؟ لا لا، زي ما أنت قلت برضو اللعيبة كلها مركزة ونازلين الملعب أكنها بطولة خاصة. النهاردة في بطولة مسؤولة منهم النهاردة قدام جماهيرهم، بطولة زي ما تعودنا وقالوا دي خلاص دخلت دولاب البطولات خلاص، يعني ال 41 مع جمالها وصعوبتها وتحقيقها وكرم عند ربنا كبير قوي. النهارده برضو اللعيبة لازم تثبت ان هي الاحق. النهارده اللعيبة بالتركيز اللي انا شايفه ده الحقيقة بيطمني حتى ان انا هتفرج على مباراة ان شاء الله هتبقى مباراة فيها قمة الاثارة. طبعا لنادي الزمالك حق مشروع بالنسبة له لجماهيره انه النهارده يديك يعني اداء فوق اي مباراه لعبها قبل كده، واعتقد ان دايما كنت بتكلم انا وحشيش على الهدوء في الملعب والفنيات العاليه بتاعه اللعيبه اللي بتفرق بقى. يعني النهارده امكانياتك انت واسماء لعيبتك وفنياتك العاليه تقدر تفرق او تقدر توقف الروح اللي هتقابلها انت النهارده من روح نادي الزمالك، لان انا عارف انهم هيلعبوا بروح عاليه جدا، انما انت شايف ان لعيبتك كلها مركزه على الاداء، مركزه على كل واحد خايف على اسمه واسم النادي الاهلي النهارده والفانيلا. فزي ما انت قلت النهارده التركيز واضح جدا، حتى على الدكتور وهو ماشي، حتى جهاز الطبي، حتى على حارس وداخل معانا جهاز الطبي، محدش متجاوز، محدش حسين الشحات نسي المباراه اللي فاتت وبيكتسب منها الايجابيات اللي موجوده. فعشان كده كل الشكل ده هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي اللي ما يقلقنيش النهارده واللي الناس بتتفرج معايا على لعيبته دلوقتي ما شاء الله ربنا يحفظهم النهارده وما تبقاش في اصابات وما فيش اي حاجه او ينجروا لاي استفزازات او اي حاجه. اللي انا بضمنه النهارده باذن الله ان لاعبتنا باذن الله تفوز، ومن اول المباراه يكون عندهم الحافز اول اربع خمس دقائق نحرز جول نبتدي بقى عشان نلعب براحتنا واللعيبه تلعب بنفسيه عاليه جدا. هو ده اللي بيخلي الجوال ده معنى الاهداف، بيخلي اللاعب يجري ويتحرك زي ماتش مقاولين كده. كنا بنتكلم دايما حشيش وعمر، اللي بينجمك في المباراه وبيخليك الاحسن تحركات اللعيبه لبعض. يعني تحرك حسين الشحات لصالح جمعه، صالح جمعه لرمضان، كل ده هي دي التحركات اللي بتسفر في الاخر عن هدف. فعايزين باذن الله ان شاء الله يبقى التحركات دي هي سمه اللعب في الملعب باذن الله. كابتن حشيش، مباراه في نهايه بطوله الدوري، وبالتالي كل فريق حسم، نادي الاهلي حسم بطوله الدوري، حسم المركز الاول، نادي الزمالك هو الوصيف وصاحب المركز الثاني. هل ممكن نشوف مفاجآت في التشكيل وممكن كل مدير فني يكون عنده الجرأة ان هو يجرب بعض العناصر، ولا كل مدير فني يعلم جيدا مدى أهمية مباراة القمة؟ مهم قوي في المباراة زي مباراة نادي الزمالك يبقى فيه ثبات في التشكيل. انت الماتش اللي فات لعبت التشكيل كويس، يمكن كان في بعض المراكز بس، يعني زي ما قلنا ان وجود صالح جمعه من البدايه كان يفرق. اعتقد ان النهارده هيثبت التشكيل مع ممكن تغيير في مركز بس اللي هو بتاع صالح جمعه ممكن يبتدي بيه. التثبيت التشكيل مهم، بيدي انسجام للفريق، وخصوصا ان الفتره قليله ما بين المباراتين. النهارده ان شاء الله زي ما قلنا ان النادي الاهلي هيبقى اكثر هدوءا، مش مستعجل او مش متسربع او مش مستعجل على حاجه معينه، هو بيأدي اداؤه. طبعا هدفه الاساسي ان هو يكسب، واعتقد ان مجلس الاداره والجهاز الفني قعدوا مع اللعيبة، وطبعا كان هدفهم الرئيسي هو الأداء الطيب والمستوى العالي مع إن شاء الله المكسب، لأن المكسب هيفرق برضو مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية دي. لو اتكلمت على لعيبة النادي الأهلي، سمة أساسية فيهم هي التركيز، سواء المباراة لها قيمة أو ملهاش قيمة هو بيركز، حتى في المباراة الودية بيركز، لأن كل اللعيبة نجوم، كل واحد بيبص إن هو يلعب بأقصى مجهود ليه وأعلى مستوى ليه عشان يثبت وجوده في طبعا التيم. لعيبة كتير ونجوم كتير كله بيتسابق إن هو يبقى ضمن ال 11. أعتقد النهاردة من خلال الصورة اللي شفناها في تركيز كبير من اللعيبة وهي نازلة، تركيز من الجهاز الفني. إن شاء الله عايزين يختموا الموسم بشكل
حلم، واعتقد ان شاء الله باذن الله النهارده هتبقى، انا الحمد لله متفائل ان شاء الله النهارده. طيب يعني لسه مكملين مع كابتن شريف عبد المنعم وكابتن محمد حشيش، لكن دلوقتي ننتقل الى الاستوديو الرئيسي في قناه النادي الاهلي ونجوم التحليل مع النجم الكابتن اسلام الشاطر، علشان نعرف منهم كل ما هو جديد من خلال وصول بعثه النادي الاهلي وايضا التشكيلات الخاصه بالفريقين، وهنكمل معاكم ولكن بعد ما الكابتن اسلام وضيوفه الكرام يتفضل. اتفضل كابتن اسلام. شكرا جزيلا للزميل والنجم الكبير الكابتن عمر ربيع ياسين مع نجومه الكبار النجم الكبير الكابتن محمد حشيش والنجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم. هننتقل الى من او مقر النادي الاهلي في الجزيره الى مقر قناه النادي الاهلي في مدينه الانتاج الاعلامي مع واحد من نجومنا الكبار النجم الكبير الكابتن سمير عثمان نجم التحليل التحكيمي. هنتكلم معاه عن طاقم التحكيم. انا قلت في الاول ان هو بعض علامات الاستفهام على طاقم التحكيم، هل بسبب ان المباراه لم يصبح لها اهميه لانها في نهايه الدوري والدوري انتهى والنادي الاهلي فاز بالدوري العام المصري وحكم المباراه من الممكن. طيب ده لحظه طبعا وصول حكم طاقم التحكيم الى ارض ملعب استاد الجيش ببرج العرب. فسؤالي اولا هوجهه للكابتن سمير عثمان قبل ما ارحب بيك وقبل ما اعمل اي حاجه. ازيك يا كابتن سمير؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله منور. منور يا كابتن. كابتن سمير معرفش، انا بالنسبه لي طاقم التحكيم الاول لو تقول لنا على طاقم التحكيم. اوكي، طاقم تحكيم مجري النهارده طاقم حكام دولي كلهم بقياده فرانس كاراكو 37 سنه ومعاه مساعد حكم رقم 1 استيفان اولبرت وبولاش بوزاش ومعاه الحكم الرابع ادم فوركش، ده حكم رابع وكلهم الطاقم كله من المجر. فرانس دولي من 2016 وأقدم واحد فيهم مساعد الحكم اللي هو الأولاني استيفان أولبرت من دولي من 2007. طيب قبل ما نشوف رأيك في طاقم التحكيم، واللي أنا أعرفه أن طاقم التحكيم أو أشهر حكم في العالم وفي المجر هو فيكتور كاساي، وتقريبا أعتقد عمل مباريات كثيرة في الدوري السعودي. هنتكلم عن النقطة دي تحديدا، ولكن نطلع نشوف تقرير الأول يا كابتن سمير عن طاقم التحكيم واهم الارقام اللي عملوها وقد ايه الكروت الصفراء وكل حاجه، وبعد كده بقى نرجع ناخد من كابتن سمير وجهه نظره في الاختيار او في هذا الاختيار لحكم المباراه او لطاقم التحكيم من المجر. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. صافرة مجارية تدير القمة رقم 118 بقيادة فرانس كاراكو حكم للساحة، يعاونه كل من اشتيفان أولبرت كمساعد أول وبولاش بوزاش مساعد ثان وآدام فوركش كحكم رابع. كاراكو ولد في 6 إبريل عام 83 بمدينة نيرجهازا بالمجر. بدأ مشواره التحكيمي في 2008، حصل على الشارة الدولية موسم 2016 بعد موسم واحد من ظهوره في الدوري المجري الممتاز. أدار الحكم المجري 139 مباراة في جميع المسابقات. يشتهر كاراكو بالإفراط إشهار البطاقات الصفراء والحمراء، حيث أشهر البطاقة الصفراء 648 مرة وأشهر البطاقة الحمراء 28 مرة، بينما أشهر البطاقة الصفراء ثم الحمراء 26 مرة واحتسب 55 ضربة جزاء. لم يشارك الحكم المجري في إدارة أي مباراة خلال نهائيات دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، إلا أنه أدار مباراة واحدة خلال تصفيات المؤهلة لنهائيات دوري أبطال أوروبا، أشهر خلالها 4 بطاقات صفراء واحتسب خلالها ضربة جزاء. كما أدار 3 مباريات في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الدوري الأوروبي، أشهر خلالها 19 بطاقة صفراء وبطاقة صفراء ثم حمراء والبطاقة الحمراء مرتين واحتسب ضربتي جزاء. أشارت تقارير صحفية أن كاراكو الحاصل على جائزة أفضل حكم شاب في 2010 مهدد بفقدان رخصته الدولية بسبب ارتكابه العديد من الأخطاء وتسببه في لقطات مثيرة للجدل بالدوري المجري. تعتبر القمة 118 بين الأهلي والزمالك هي الظهور الأول للحكم المجري في القارة السمراء.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. بعد هذا التقرير نشوف بقى راي كابتن سمير عثمان في طاقم التحكيم. لا بص، زي ما التقرير قال والحاجات المعلومات اللي احنا جات لنا، المعلومات طبعا قليله جدا على مسيره الحكم، لان هو دولي بس يا كابتن اسلام من 3 سنين، من 2016 عنده 37 سنه، مش من حكام المصنفين ولا اليت اي في قاره اوروبا ولا اليت بي. يعني اتمنى ولا ايه ولا بي ولا ايه ولا بي. والدليل على كده في التقرير برضو والحاجات اللي احنا قريناها برضو، ما لعبش اي مباراه في تصفيات الشامبيونز ليج بتاعه اوروبا ولا في الدوري الاوروبي اللي كان بيتلعب بين الدول السنه اللي فاتت. بقاله 3 سنين بس في القائمه الدوليه، وكاتبين انه برضو رجع، يعني دخل في القائمه الدوليه بعد تاني سنه ظهوره في الدوري المجري، ده يدل انه حكم كويس تمام. بس بعد كده مسيرته الدوليه 3 سنين ما يظهرش، بتبقى علامه استفهام كبيره شويه. فيكتور كاساي هو يمكن احنا اشهر حكم بالنسبه لنا من المجر، هو فيكتور كاساي تمام. واللي انا عارفه يعني ان هو حكم مباريات كثيره في الدوري السعودي بالظبط الفتره الاخيره او هذا الموسم بالتحديد. مظبوط مظبوط. يعني لماذا لم تتم الاستعانه بمثلا بواحد زي فيكتور كاساي؟ وحضرتك شايف ان طاقم التحكيم ده، انا قلت في الاول عليه علامات استفهام وقلت نستنى راي الكابتن سمير. بص، كان من الناحيه الفنيه الارقام مش في صالح الحكم تمام، بس قد يكون حكم مستواه الفني كويس، اتمنى ذلك. فيكتور كاساي كان لازم يجي طبعا في مباراه زي النهارده، بغض النظر عن ارتباطاته، حتى لو هيبتدوا المعسكرات بتاعه الحكام لسبب بسيط يا كابتن. الاهلي والزمالك ده ديربي تمام، يعني بعد 3 4 5 سنين 10 سنين مش هيفتكروا مين الموسم اللي خدوا البطوله دي، بس ماتشات الاهلي والزمالك ليها وضع تاني خالص خاص. يعني لا، بيفضلوا طبعا الناس فاكره مين اللي خد البطوله، ولكن لا انا بتكلم بقى العدد بقى المباريات التاريخية بالظبط، 118 لقاء، كما مين كسب مين اتعادل. يعني انا كنت اتمنى برضو يجيبوا برضو حكم زي فيكتور كاساي، سمعته كويسه جدا. طبعا ممكن تستسهله يا كابتن مثلا، يعني ما هو كله يعني هو كله بسعر واحد، كله سعر واحد، كله سعر واحد طبعا. يعني حكم ده دولي. زي ده زي ده زي احسن حكم في العالم. هي اليوم عشان بس تبقى عارفه، اليوم مش عايز يجي خلاص، دي مشكلته. يمكن بقى، ما احنا ما نعرفش الاسرار. الله اعلم الله اعلم. بس اتمنى النهارده السر في المباراه يا كابتن، المباراه دي ممكن تنجح اعتماد على حاجه واحده بس، سلوك اللاعبين. لو سلوك اللاعبين النهارده كويس، لو هتجيب حكم درجه ثالثه هيدير المباراه بدون اي مشاكل. انما لا قدر الله لو سلوك اللاعبين ما كانش على مستوى الحدث، اعتقد اي حكم في الدنيا مهما يكون اسمه هتبقى الدنيا صعبه عليه. يعني بس غالبا اللي احنا عارفينه ان دايما الحكم الاوروبي او الاجنبي دايما بيبقى له بيفرض، بيعرف يفرض سيطرته حتى لو اخطا في بعض الامور. اما بيخطا اللعيب المصري بيتقبل خطأ حتى الاجهزه الفنيه اللي بره، انما عندك الحكم المصري لو اخطا في رمي التماس بتلاقي الاجهزه الفنيه اللي بره واللعيبه ايه بيبقوا يعني زعلانين كتير. انما شخصيه الحكم رقم واحد مهمه. اللي قبلهم سلوك اللاعبين يا كابتن اسلام، النهارده لو سلوك اللاعبين كويس المباراة تخلص بسلاسة ومش هنحس بالحكم. إنما لا قدر الله لو في مشاحنات، وده أتمنى إنه ما يحصلش، هتبقى المباراة تبقى صعبة شوية على طاقم التحكيم. بس في النهاية أتمنى له التوفيق يعني. إحنا اتفقنا إن الحكم ده أجنبي، وبالتالي سيدير هذا اللقاء على أساس القانون القديم، برضو زي ما حضرتك يعني فتحت الموضوع ده من شهر ونص أو من شهرين بالظبط، وبعد كده كل الناس فتحته بعدينا، لكن هيدير اللقاء على القانون القديم. دي معلومة مهمة جدا لازم نقولها للناس يعني. والله احنا نقولها للناس، بس الأهم حضرتك فتحت نقطة مهمة. المهم بس اتحاد الكورة يكون أهلا للحكم، أنا وأنت بنقول للناس أكيد قال له يا ريت، أو يعني ده من المفترض إن احنا بدأنا الدوري بشيء فينتهي بشيء بنفس الشيء. هو ده لازم، ده لازم. بس هو طبعا ما هو لازم النهارده على فكرة الماتش يتلعب بالقانون القديم، لو قدر الله تلعب بالقانون الجديد أنت بوظ بص حاجات كتيره في الدوري. بس لازم يكونوا الناس بس المسؤولين. يعني اكيد حسام الجوهري طبعا اكتر واحد، حسام الجوهري انت في الحكم السابق طلع يعني مرافق لكل الحكام، انا شايفه ده اكتر حكم بصراحه تعب. ليه؟ انت السنه دي جبت حوالي 27 طاقم حكام اجنبي، حسام الجوهري كان معاهم مع 27 مع 27. حتى النهارده كنت قاعد بكلمه ان انا شاكك في تاريخ الحكم شويه، فقلت له انت متاكد ان هو ده اللي عمل كذا كذا كذا؟ كنت لسه قافل معاه من حوالي 10 دقايق. فاكيد اكيد حسام بلغ الحكم احنا النهارده هنلعب بالقانون القديم، فاكيد الحكم النهارده لازم بيلعب بالقانون القديم. عدم وجود الاثنين حكام الاضافيين اللي هم بيبقوا، هل ده هيفرق النهارده؟ يفرق مع اللعيبه بتوعنا، لان انت خلاص اتعودت لا قدر الله اي حاجه في ال 18 عند خط المرمى او بين القائمين وتحت العارضه بتعتمد كتير قوي على الحكم الاضافي. بس الحكام بتوع النهارده مش متعودين عليه. بس تفرق في ايه بقى يا كابتن؟ لا قدر الله لو في ركله جزاء واضحه او كره دخلت وخرجت بسرعه والحكم ما شافهاش تمام، هيقول لك طب ما لو كان في حكم اضافي
كان الموضوع اتحل. كنت اتمنى في ماتش زي ده احط 2 حكام اضافيين. المشكله اصل هيعمل ايه لما الحكم الاضافي هو بيشوف اللي احنا كنا شايفينه يعني؟ المشكله بقى يا كابتن يعني النهارده الماتش النهارده هو ينفع ينفع ما ينفعش ليه؟ ما ينفعش حاجه خالص يعني. النهارده الماتش قيمته في الديربي فقط يعني تحصيل حاصل، بس هو الديربي بتاع الدوري اللي بينهم هو ده اللي يفرق القصه كلها. اتمنى طبعا لو كان في حكام النهارده اضافيين مصريين كانوا على اساس ايه الماتشات كلها تتلعب رتم واحد يعني. انما في النهايه يا رب يعمل مباراه كويسه ويغير الصوره اللي احنا واخدينها قبلها ان شاء الله، ويبقى هو نجم من نجوم اللقاء يا رب يعني باذن الله. اهم النقاط اللي احنا او ان الحكم يعني نعرف ان هو عدى بالمباراه بشكل جيد ايه؟ اول حاجه طبعا سيطرته على المباراه بشخصيته مش بالكروت ولا بالكارت الاصفر ولا بالكارت الاحمر، تمام؟ قرب من الكوره، جريته في الملعب يعني بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا بنتفرج النهارده عشان قلت لحضرتك قبل كده في البرنامج هنا كذا مره عشان اعرف الحكم ده بيجري صح ولا غلط، لازم الكوره بنسبه كبيره تبقى على يمينه. يعني وانت بتتفرج كده على اي مباراه في العالم طالما ان الكوره على يمين الحكم اعرف ان الحكم ده بيجري صح. الحكم ماشي بشكل كويس. الكوره بقت على شماله فترات طويله يبقى تاكد الكوره دي هتخبط فيه ومش هيجري في مسار كويس، وفي حاجات كتيره مش هيشوفها. ليه انا برضو بقول الكره يا كابتن على يمين الحكم يا كابتن اسلام؟ عشان تبقى بينه وبين مساعد الحكم، طالما ان الكره على يمينه يبقى هو بيجري كده، يبقى الكره بينه ومساعد حكم رقم 1. يا ده هيشوفها يا ده هيشوفها. بالظبط كده. اما تبقى على يمينه في الناحيه الثانيه برضو مساعد حكم رقم 2 هيشوفها. لازم يجري بشكل قطري اعتقد. ده يجنو القطري في انحيات على حسب مستوى اللعب. انما الرئيسي كده، طالما انه هيجري كده كره على يمينه. اتمنى ان شاء الله يبقى على مستوى الحدث وينجح. خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من ارض الملعب يقول لنا اجواء ملعب المباراه. اجواء طبعا عمرها ما هتبقى طالما ما فيش جمهور عمرها ما هتبقى حلوه قوي يعني، لكن دائما استاد الجيش في برج العرب بيدينا اجواء حلوه. خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح يقول لنا اخر الاخبار واجواء ملعب الجيش من برج العرب. اتفضل يا فاروق. تحياتي ليك يا اسلام الشاطر وللكابتن سمير محمود عثمان. هضيف على كلام حضرتك فعلا يا كابتن اسلام، محتاجين الجمهور القمه طبعا، محتاجين جمهور الاهلي جمهور الزمالك يكونوا موجودين في ارض الملعب. القمه طبعا تختلف بحضور الجمهور. خليني اقول لك كابتن اسلام، فريق النادي الاهلي وصل النهارده لارض الملعب في تمام الساعه 6:05 ثم وصل لارض الملعب بعد عقب النادي الاهلي بخمس دقائق فريق نادي الزمالك. الصوره والمشهد الجميل اللي ضربه النهارده ابناء اكاديميه النادي الاهلي، اصطف ابناء اكاديميه النادي الاهلي في اثناء دخول فريق النادي الاهلي وقاموا بتشجيع لاعبي النادي الاهلي، وفي اثناء دخول لاعبي الزمالك قام ايضا ابناء ولاعبي اكاديميه النادي الاهلي بتشجيع لاعبي الزمالك في اطار من الروح الرياضيه. حتى الان كابتن اسلام حاله من السريه تفرض على تشكيل النادي الاهلي، حاله من السريه تفرض على تشكيل نادي الزمالك. كل جهاز فني حتى الان لم يعلن اي تفاصيل خاصه بتشكيل اللقاء. يعني شغلك بقى كفاروق صلاح، شايف هل من الممكن ان نرى مفاجاه في الاهلي او في الزمالك في هذه المباراه؟ يعني انا اتوقع ان الاهلي قد يكون هناك ثبات للتشكيل الاخير اللي ادى لقاء المقاولون العرب، اللقاء الاخير للنادي الاهلي. نادي الزمالك عنده الكثير من الغيابات، ممكن ان هو يحاول انه يدفع ببعض العناصر الجديده لتعويض الغيابات، ولكن زي ما قلت لحضرتك بالامس قد تكون هناك مفاجآت من جانب النادي الاهلي في تشكيل هذا اللقاء. والحد يعني حتى الان بقول لحضرتك لسه يعني الكفه تقدر تقول ايه، ولكن باذن الله قد يكون هناك مفاجآت في تشكيل النادي الاهلي. طيب مش عايزين طبعا نعرف المفاجآت، ولكن هل هو الاقرب؟ يعني انا وجهه نظرنا انه هيكون بالنسبه للنادي الاهلي الاقرب هو تشكيل مباراه المقاولين. حتى الان لم يخرج ولا التشكيل الرسمي للنادي الاهلي ولا التشكيل الرسمي لنادي الزمالك، ولكن كل اللي احنا بنتكلم فيه يعني فاروق بيتكلم في حاجه وانا بتكلم في حاجه، كل واحد من معلوماته الخاصه يعني، وبالتالي يعني هنشوف اللي هيحصل. اول ما هيجي التشكيله فاروق هتكون معانا على الهواء مباشره مره تانية. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح من ارض ملعب الجيش باستاد برج العرب. كابتن سمير، تتوقع المباراه من الناحيه التحكيميه تكون عامله ازاي سريعا عشان لازم نطلع فاصل؟ يعني سريعا ان شاء الله الحكم لازم يسيطر من الاول ان شاء الله. اول ربع ساعه لو عدت على خير الماتش ان شاء الله يخلص على خير. بس سريعا بس عاوز اقول لك انا لاحظت حاجه في القائمه الدوليه بتاعت المجر يا كابتن. احنا عندنا 7 حكام دوليين، في المجر 6،
اوكي 6 بس تمام مع فرق طبعا الكوره. عندنا مساعدين الحكام هنا 7 في المجر 10 عندهم 10 حكام مساعدين هنا 7 بس. الغريب بقى في الكره الشاطئيه النسائيه احنا عندنا محكمتين في المجر كره شاطئ تصور غريبه بيني وبينك يعني هي غريبه ان احنا اصلا ما عندناش كره شاطئيه اللي هي دوري اصلا. عموما هنشوف بعد المباراه كابتن سمير طاقم التحكيم هيكون ان شاء الله ان شاء الله يؤدي مباراه كويسه وزي ما حضرتك قلت الناحيه السلوكيه والناحيه الاخلاقيه مهمه جدا في هذه المباراه. بشكرك شكرا جزيلا وان شاء الله نلتقي بعد نهايه المباراه ان شاء الله كابتن. شكرا جزيلا لنجمنا والنجم الكبير الكابتن سمير عثمان. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنروح لتقرير لتاريخ مواجهات الفريقين الكبيرين النادي الاهلي متصدر الدوري والوصيف نادي الزمالك. هنطلع نشوف فاصل وبعد كده تقرير وبعد التقرير نرجع نستقبل ضيوفنا الكبار النجم الكبير الكابتن حماده صدقي النجم الكبير الكابتن احمد بلال النجم الكبير الكابتن اسامه حسني. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار النجم الكبير كابتن حماده صدقي واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين واحد من نجوم منتخبنا الوطني السابقين كلاعب وكمدير فني وكمدرب عام ومشرفنا النهارده ومنورنا في الاستوديو التحليلي لمباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك. كابتن حماده مشرف ومنور ودايما بنبقى سعداء بوجود حضرتك معانا. انا سعيد يا كابتن موجود معاكم النهارده و في استاديو الاهلي الواحد بقى سعيد جدا في مباراه كبيره زي كده وابارك للنادي الاهلي طبعا على البطوله بطوله الدوري اصعب دوري يمكن لان كتير ما شفناش دوري صعب بالشكل دوت وعوده قويه جدا للنادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي سعيد موجود معاكم النهارده. الله يبارك فيك يا كابتن. ايضا النجم الكبير واللي دايما مشرفنا ومنورنا وواحد من الناس اللي بيجيب جوال كتير في كل الانديه مش في نادي الزمالك بس كابتن مصر وكابتن نادي الاهلي السابق كابتن احمد بلال. ازيك يا بلال؟ ازيك يا اسلام؟ الحمد لله كله تمام يا رب. الحمد لله الحمد لله. انت جبت كام جول في الزمالك الاول؟ جول واحد بس. بس للاسف كل الهيصه دي على كل الهيصه دي على بس حلو جول واحد برضه مهم يعني بس عملت كتير يعني عملت كتير طبعا كتير اهداف هو كتير الاهداف بتاع الزمالك ما هنروح بقى لاحد الهدافين الكبار ايضا اللي في النادي الاهلي وضد نادي الزمالك يعني على يدي انا في جونين كده وعلى يدي وانا ما اعرفش الباقي بقى بس على يدي انا جونين. ازيك يا نجم؟ الحمد لله. ازيك يا اسلام؟ ايه الاخبار؟ كله تمام. جاب كام جون يا اسامه؟ جايب جونين في الزمالك كان في مباراه الكاس. ده دول جونين مش هيتنسوا. كاس 4-3 لكن كنت في المباراه الاخيره بتاعت الاهلي والمقاولين كنت قاعد جنب احمد فهمي الممثل فكرني ب اهلاوي كبير فكرني بواقعة بيقول لي فاكر اول ماتش اهلي وزمالك ليك؟ قلت له الناشئين. قال لي انا حضرت الماتش ده. قلت له ازاي؟ قال لي كان كريم فهمي اخوه بيلعب في نادي الزمالك وقال لي كان هو اللي ماسكك في المباراه دي وقال لي كان عزمنا بقى لنا قال لي والدي ووالدتي وليا تعالوا اتفرجوا علينا تاني يوم هنلعب النادي الاهلي. والاهلي كسب كام؟ فقال لي كنا في الماتش في كلية الحربيه وقال لي رحت اتفرجت على المباراه وقال لي كان ماسكك وانت جبت منه جولين والماتش خلص 5-2 5-2 عشان كده كريم راح بطل بقى كريم فهو هو اللي فكرني بالمباراه دي وبالواقعه دي. كان احمد فهمي من عشاق النادي الاهلي. احمد فهمي موجود على طول في المدرجات متواجد من الدرجه الثالثه يعني مشجع من مشجعين الدرجه الثالثه احمد فهمي. يعني نبدا بقى كابتن تحليلنا النهارده لهذه المباراه. معرفش دايما مباريات الاهلي والزمالك طبعا بيبقى ليها تاريخ وبيبقى ليها شكل وبيبقى ليها كل حاجه ورونق وكل شيء مختلف تماما عن بعيدا عن قصدي عدد النقاط والدوري الاهلي خد الدوري ولا لا. ولكن النهارده تحديدا بعد هذا الموسم الطويل 362 يوم موسم طويل جدا 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 يا كابتن وفي النهايه تيجي مباراه الاهلي والزمالك ليس لها اهميه من ناحيه الترتيب بتدي دوافعك للعيبه ازاي؟ طبعا لو كان المباراه حاسمه بلا شكل ثاني خالص مختلف عن مباراه يعني خلاص الدنيا اتحسمت بشكل كبير جدا او بنسبه 100% فمالوش تاثير على نتيجه الدوري ولكن تبقى البطوله بتاعه الاهلي والزمالك موجوده عند الطرفين. الاهلي عايز يحافظ على عدد الفوز على الزمالك. الزمالك نفس الكلام عايز يعوض نوعا ما يكسب النادي الاهلي
دي قوه المباراه والدوافع الموجوده جواها، لكن الدوافع القويه بتاع الدوري انتهت يعني. أوه. في زي ما قلت دوافع تانية بيتم بتحاول دوافع عند اللعيبه ودوافع عند المديرين الفنيين عند الادارات. لا، المباراه بالنسبه لنا بطوله. بطوله للناديين، مين هياخد البطوله بتاعت الاهلي والزمالك. ولكن لو الماتش ده محتاج انت 3 نقط باش الوضع مختلف تماما، حاجه تاني خالص. هتتفرج على في شده كبيره، شده في الملعب. يا رب ان شاء الله باش في شده في الملعب النهارده، بقى الناس تقدم الاهلي والزمالك يقدموا كره كويسه النهارده. اللي يتعب في الملعب هو اكتر هو اللي يكسب. زي ما انت قلت، اطول موسم شفناه وموسم صعب. هو مش فنان مش عالي قوي، ولكن هو صعب جدا لكل الانديه. الاهلي يمكن عمل روتيشن خلال الدوري كله مجبر عليها عشان الاصابات. يمكن اكتر الانديه اللي شاركت اللعيبه، انا حسبت حوالي 40 لعيب شارك. اللعيبه كلها شاركت. الزمالك مختلف شويه، الزمالك مشارك عدد قليل جدا. كان مستر جروس بيحاول يثبت التشكيل بتاعه طول الوقت، وده اثر عليه بشكل كبير في ماتشات كتيره. طيب هنرجع يا كابتن، معلش طبعا. نتكلم عن الكلام الفني عن هذه المباراه، ولكن نروح لزميلنا ابراهيم ندى من مقر النادي الاهلي في الجزيره، او ادهم ندى انا اسف، نروح لمقر النادي الاهلي في الجزيره. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين، اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي بينتظروا بدايه المباراه. اتفضل يا ادهم، قول لنا ايه الاحوال عندك. برحب بيك كابتن اسلام الشاطر، وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، واكيد الترحيب موصول لكل ضيوفك في الاستوديو من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، قلعه النادي الاهلي وقلعه البطولات. نقل لكم كواليس استعدادات اداره النادي الاهلي لمباراه القمه، وتحت شعار ليله التتويج يسعى النادي الاهلي لوضع الرتوش النهائيه لاحتفاله مع اعضائه وجماهيره ومحبيه بدرع الدوري العام، درع رقم 41. بنبارك للجهاز الفني، بنبارك للاعبين، بنبارك لمجلس الاداره بروح الفانيلا الحمراء بقياده ايقونه واسطوره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب. على المستوى الاداري الحقيقه، المدير التنفيذي للنادي الاهلي العميد محمد مرجان قام بجهد اكثر من رائع، تنسيق مع العمال والاداريين جهد اكثر من رائع. شاشات عرض جميع الفئات العمريه موجوده النهارده، النساء اطفال كبار سن، النهارده الكل مظاهره في حب النادي الاهلي. النهارده كله موجود، كله تحت امر اعضاء الجمعيه العموميه من اجل اراحتهم، من اجل مشاهده ممتعه ان شاء الله. على مستوى الجماهير تبقى القمه هي قمه. على مستوى اعضاء الجمعيه العموميه النهارده مناقشات، مين هينزل، مين هيخرج، مين هيكون موجود في التشكيل الاساسي. مطلب عادل لجماهير النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه بفوز النادي الاهلي ان شاء الله على نادي الزمالك. نتمناها قمه، نتمناها ليله اهلاويه ان شاء الله. فوز النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله، ووضع كلمه النهايه، مسك الختام، فوز النادي الاهلي على نادي الزمالك. ودايما ان شاء الله النادي الاهلي يكون ليه الابر هاند او اليد العليا ان شاء الله للنادي الاهلي. كانت دي كل كواليسنا ان شاء الله حتى الان للقمه 118 ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. ان شاء الله تغطيتنا متواصله ومستمره عقب المباراه، ونبارك للجهاز الفني، ونبارك للاعبين، ونبارك للنادي الاهلي ان شاء الله بفوزه على نادي الزمالك. عوده مره اخرى للاستوديو، لك الكلمه كابتن اسلام الشاطر. اشكرك شكرا جزيلا يا ادهم. طبعا زي ما حضراتكم شايفين اجواء رائعه ومثاليه في مقر النادي الاهلي في الجزيره، حاجه جميله جدا. العميد محمد مرجان منظم الموضوع بشكل رائع جدا. طبعا مجلس اداره النادي الاهلي دائما ما يوفر الراحه لكل اعضاء جمعيته العموميه. كابتن حماده، حضرتك كنت بتتكلم على الدوافع و اخلاقها ازاي المدير الفني في مثل هذه المباريات التي ليس لها اهميه، الاهلي الاول والزمالك الوسيط. زي ما قلنا الدوري كان صعب جدا. العوده النادي الاهلي قدر يرجع امام قسم قوي جدا نادي الزمالك. نادي الزمالك كان عنده كل المعطيات بتاعه البطل، مظبوط، من استخدام لعيبه على مستوى عالي. فرق النقاط اللي كانت موجوده بينه وبين النادي الاهلي كانت كبيره جدا. كان كل الناس لا، ده دوري بتاع الزمالك مش دوري النادي الاهلي. حصل قبل كده في سنين كتيره، ولكن الزمالك ما كانش بالقوه الموجوده فيها دي. خد بال حضرتك يا كابتن، كل اللي قالوا ان الدوري للزمالك معظمهم ممكن ما يكونوش كلهم، ولكن معظمهم كانوا بيشجعوا نادي الزمالك، ابناء النادي الاهلي. يعني لما كنت بسال حضرتك كنت بتقول لي الاقرب الاهلي،
لما كنت بسال اي حد تاني كان يقول لي الاقرب الاهلي. لا بس الاهلاويه السنه دي كان الوضع مختلف شويه. يعني نادي الزمالك عنده لعيبه كويسه جدا على مستوى عالي وماشي بشكل كويس جدا وفرق كتير عن النادي الاهلي. الاهلي جاله تعثر كتير جدا افريقيا الدوري والدوري المحلي وافريقيا وخروجه وبتاع وكان اصرار من الاداره ده نجاحات بقى من الاداره بالزبط. اللي بتصر لا انا هخلي في استقرار فني موجود ده ادى دوافع كتير للعيبه. استقراراتك في يناير كانت بشكل جيد جدا مفيده. رمضان صبحي عمل اضافه كبيره في حسين الشحات. في اكتر من لعيب ادوا ياسر حمدي فتحي في اكتر من لاعب مع الاستقرار. بص مهم جدا الاستقرار الفني كان موجود والدفعه اللي مديها مجلس الاداره دي فرقت بشكل كبير جدا ان النادي الاهلي يقدر يعود. في المقابل فريق الزمالك المنافس بتاعك الاوحد اهدر نقاط كتير بالزبط. انت استغلتها بشكل قوي جدا قدرت تستغلها تكسب ماتشاتك تقرب بتعمل ضغط على المنافس مع وجود بيراميدز في النص كان عامل حاله برضو من الاثاره في المنافسه. المقاومات البطل كانت موجوده عند لعيبه النادي الاهلي موجوده عند الاداره موجوده عند الجهاز الفني. طب معلش يا كابتن عشان نروح نشوف تشكيل النادي الاهلي في هذه المباراه مع زميلنا فاروق صلاح. اتفضل يا فاروق لنا على تشكيل النادي الاهلي لهذه المباراه. اتفضل يا فاروق. تحياتي ليك يا كابتن اسلام ولضيوف حضرتك الكرام ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي. زي ما اتكلمنا قلنا كابتن اسلام اقرب التشكيله هو تشكيل لقاء المقاولون العرب وبالفعل تشكيل النادي الاهلي حاليا يا كابتن اسلام اللي تم اعلانه. محمد الشناوي في حراسه المرمى قدامه اثنين قلبي دفاع رامي ربيعه وايمن اشرف على اليمين محمد هاني على الشمال علي معلول اثنين في قلب دايره المنتصف عمرو السوليه وحمدي فتحي قدامهم ثلاثة حسين الشحات وليد سليمان رمضان صبحي ورأس حربة وليد أزارو. احتياطي النادي الأهلي النهاردة يا كابتن إسلام في هذا اللقاء علي لطفي ياسر إبراهيم جونيور أجاي مروان محسن حسام عاشور صالح جمعة وأحمد فتحي. تمام ده تشكيلنا ده كان تشكيل النادي الأهلي يا كابتن إسلام. هنتابع تشكيل نادي الزمالك مع الزميل طيب هنتابع تشكيل نادي الزمالك مع الزميل شريف شعبان. خلاص خلينا كل التوفيق بإذن الله للنادي الأهلي. خلينا نروح يا فاروق لزميلنا شريف شعبان برضو نتعرف على تشكيل نادي الزمالك وبعد بقى ما نتعرف على تشكيل نادي الزمالك ناخد رأي طيب لغاية لما شريف شعبان يجي لنا. كابتن حمادة كابتن بلال كابتن أسامة تشكيل النادي الأهلي يا كابتن بلال زي ما تقريبا المعظم شاف أنه هو سيبدأ بنفس تشكيل مباراة المقاولين العرب. بص خليني اقول لك التشكيل يمكن تشكيلها هو مفيش اي تغيير خالص عن بدايه المباراه اللي فاتت. ويمكن الراجل ما اعرفش ممكن يكون عنده هو فكره محدده. احنا توقعنا التشكيل ممكن يكون في تغييره واحده بس كابتن هي خروج وليد سليمان ونزول صالح جمعه. التشكيله التغييره اللي احدثت الفرق المباراه اللي فاتت كان ليها اثرها الايجابي على لعيبه النادي الاهلي. دايما طول عمر النادي الاهلي بيلعب بالبلاي ميكر اللعيب صانع الالعاب. أيوه. المحور الارتكاز الرئيسي في الناحيه الهجوميه انت دايما بيبقى عندك لعيب هو السنتر بتاعك تمام. الراجل اللي بيقدر يوصل للمرمى الراجل اللي بيقدر يعني يتحكم في رتم الاداء سواء اذا كان بالكرات الطوليه او باللعب في العمق او باللعب على الاطراف او بالثرو باسز اللي بيلعبها للمهاجمين. وهو اللي عمل القصه دي المباراه اللي فاتت كان هو صالح جمعه. هو كان المايسترو بتاع النادي الاهلي لما حصل التغيير وخرج وليد سلمان ونزل صالح جمعه. النهارده الراجل برده بيبتدي واضح ان هو عايز يستثمر دكه البدلاء في مباراه زي مباراه النهارده كده كده. يعني في بعض الاحيان في بعض المديرين الفنيين يقول لك لا انا ما العبش بكل الاوراق الرابحه بالنسبه لي في مباراه تمام تحتمل انك تكسب فيها او تخسر. يبقى لازم يكون عندي في بعض الاوقات البديل اللي يعمل لي الفارق اللي يغير لي من شكل واداء الفريق. فممكن يكون النهارده احتفاظه بصالح جمعه على دكه البدلاء على اساس ان صالح جمعه هو اللعيب اللي ممكن يحدث الفارق او يحدث التغيير في حتى كمان اداء النادي الاهلي. فعشان كده ابتدى بوليد سليمان في البدايه برضو زي ما قلنا المباراه اللي فاتت ان هو الثلاثه او الاربعه اللي موجودين في الخط الامامي كلهم عندهم سرعات كلهم خفاف الحركه يقدروا النهارده يشتغلوا في الكرات السريعه الكرات القصيره السريعه او في السبرنتات القصيره داخل ال 18. وليد سليمان في اوقات كتير جدا بيقوم بدور شادو سترايكر اللي هو راس الحربه الثاني ودي عملها المباراه اللي فاتت اكتر من مره لخروج وليد أزارو بعض الاوقات او فوات كتيره جدا على اطراف الملعب. فما عندكش حد يقوم بحته الفرود دي باستثناء هو وليد سليمان هو الوحيد اللي بيقدر يعمل الحته دي. لما بيعمل التغيير بيثبت وليد أزارو وبصالح جمعه هو اللي بياخد المكان بتاع وليد سليمان وهو بيكون البلاي ميكر. ما يبقاش عندك حد داخل ال 18 وبيكمل واحد من الاثنين سواء كان الشحات او
رمضان صبحي. خلينا نروح لزميلنا شريف شعبان ايضا نتعرف على تشكيل نادي الزمالك لهذه المباراه. اتفضل يا شريف. لا في حاجه في الصوت ولا صوت. ايه؟ طيب هنرجع تاني لزميلنا شريف شعبان لغايه نعرف تشكيل مباراه نادي الاهلي ونادي الزمالك. عرفنا تشكيل النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم، هو تشكيل مباراه المقاولون العرب الاخيره، معلول ومحمد هاني واحد ناحيه الشمال، معلول ناحيه الشمال وهاني ناحيه اليمين، اثنين سنتر باكس رامي ربيعه وايمن اشرف، ومن امامهم اثنين في وسط الملعب حمدي فتحي وعمرو السوليه، ناحيه الشمال رمضان صبحي وناحيه اليمين حسين الشحات، وفي الامام وليد ازارو ومن خلفه وليد سليمان، واحتياطي النادي الاهلي علي معلول وياسر ابراهيم. علي لطفي. علي لطفي صح، وياسر ابراهيم وجونيور اجاييه ومروان محسن وحسام عاشور وصالح جمعه واحمد فتحي. ده تشكيل نادي الاهلي واحتياطي النادي الاهلي. نروح لزميلنا شريف شعبان نتعرف منه على تشكيل النادي الزمالك في مباراته اليوم. تحياتي ليك كابتن اسلام ولضيوفك الكبار الكابتن حماده صدقي، الكابتن احمد بلال، الكابتن اسامه حسني، ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مباراه الاهلي والزمالك القمه 118 باذن الله، باذن الله تكون قمه حمراء. الاهلي يفوز النهارده على الزمالك علشان يثبت احقيته وجدارته بالفوز ببطوله الدوري العام. استاد برج العرب حدث ولا حرك، استاد على اعلى مستوى. نجلت ملعب نزلت بصيت عليها، حاجه محترمه جدا، حاجه مشرفه، حاجه هتشرفنا باذن الله امام العالم كله. تشكيل نادي الزمالك في حراسه المرمى عماد السيد رقم واحد، اثنين سردباكين محمد عبد الغني رقم خمسة، محمود علاء رقم أربعة، حمدي النقاز رقم 12، عبد الله جمعة رقم 22، فرجاني ساسي رقم 13، طارق حامد رقم 3، أحمد مصطفى زيزو رقم 25، محمد إبراهيم رقم 20، إبراهيم حسن رقم 18، عمر السعيد رقم 9. احتياطي نادي الزمالك اليوم عمر صلاح في حراسة المرمى رقم 31، أيمن حفني رقم 14، محمود عبد العزيز رقم 17، محمود حمدي رقم 28، أحمد مدبولي رقم 21، محمد عنتر رقم 8، وحميد أحداد رقم 19. بإذن الله النهارده القمة 118 تكون من نصيب النادي الأهلي. كابتن إسلام اتفضل. أشكرك شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان. كابتن أسامة بعد ما سمعت تشكيل نادي الزمالك، عماد السيد، حمدي النقاز ناحية اليمين، عبد الله جمعة ناحية الشمال، محمود علاء ومحمد عبد الغني اثنين سنتر باكس، وطارق حامد وفرجاني ساسي وإبراهيم حسن وزيزو ومحمد إبراهيم ومن أمامهم عمر السعيد، إيه رأيك في تشكيل نادي الزمالك بمقارنته طبعا بتشكيل نادي الأهلي؟ بيغيب عنه عناصر مؤثرة جدا زي ما الكابتن حماده قال، نقطة مهمة كان سبب من الأسباب الرئيسية أن النادي الأهلي يحسم بطولة الدوري هي عملية الروتيشن اللي تمت على مدار الموسم، أن كل لعيبة النادي الأهلي تشارك. ده إدى الأفضلية للنادي الأهلي على مدار المشوار برغم الإصابات اللي عندك، أن كل اللعيبة دخلت فورمة المباريات. النادي الزمالك اقتصر على مجموعة من اللاعبين أثرت في نهاية المشوار، لما كنت بتدور على البديل أنه يدخل جوه التشكيلة الأساسية كان بياخد وقت طويل. غياب جنش مؤسس نادي الزمالك، حازم امام غيابه او خروجه من التشكيله الرئيسيه بالرغم ان هو لعب المباراه الاولى اللي كانت على علي معلول، وفي الوقت ده عمل مباراه جيده في الدور الاول، كانت مباراه كره الماء دي لو فاكرها. ايوه كانت في حمام السباحه. كهربا وعدم وجوده مؤثر مع نادي الزمالك، واوباما بالكارت الاحمر اللي خده في مباراه الجول. النهارده نادي الزمالك بيبدا بعماد السيد، بقاله فتره الاصابه من الحراس المميزين، لكن بعيد عن الريتم المباريات الاساسيه. في محمود علاء بيلعب بصفه مستمره جنبه، عبد محمد الغني بيشارك برضو على فترات، ولكن من العناصر الاساسيه النقاز عبد الجمعة. الخط الخلفي لنادي الزمالك في دايما الثبات، طارق حامد مع ساسي، دايما هي دي التشكيله بتاعت وسط الملعب الرئيسيه على مدار الموسم لنادي الزمالك. هنشوف النهارده ابراهيم حسن مع زيزو هيبقى ليهم النهارده ادوار مكلفه، انه هتلاقيهم بيرجعوا ممكن على 18، ان نادي الزمالك عارف خطوره نادي الاهلي في الاطراف علي معلول ومحمد هاني. فالنهارده هنشوف في تكليف ممكن يكون صريح لابراهيم حسن مع النقاز الناحيه الدفاعيه، خاصه
ان حمدي النقاز مش من العناصر البكاتره اللي بتدافع بشكل كبير، يعني هو بيميل دايما انه عايز يطلع وعايز يهاجم، فدايما ظهره بيبقى مكشوف في الحته في الدفاعيه. فهنشوف ابراهيم حسن بيرجع بيغطي مع حمدي النقاز بشكل كبير. زيزو عنده النقطه دي مع عبد الله جمعه، بيرجع يدافع كويس، بيرجع يدافع وعنده هو النقطه دي محمد ابراهيم. على ما اعتقد نادي الزمالك بالتشكيله مش هنشوف نادي الزمالك هيضغط من الاول، لا هتلاقي عنده تحفظ في بدايه المباراه، ممكن يعمل زون في بدايه المباراه، يدي تلت ملعب للنادي الاهلي انه يحضر ويقف في نص ملعبه ويبدا يعتمد لما بيقطع الكرة على عمليه انطلاقات بقى زيزو ابراهيم حسن سيطره محمد ابراهيم على الكرة. النادي الاهلي بالتشكيله بتاعته اللي انا شايفها هي دي التشكيله الافضل، خاصه ان النادي الاهلي يعني ثبات التشكيل مهم جدا. النهارده ما عدتش العب في التشكيل كل مباراه، احنا جايين من فتره راحه كبيره، النادي الاهلي عمل فتره اعداد كويسه، فانت النهارده مع الراحه مع فتره ده انت ما لعبتش غير مباراه واحده، فما ينفعش ان انا اغير في التشكيل. هو خلاص التشكيل الموجود، اللعيبه عندها رتم المباريات الاساسيه الرسميه، خاصه انك لعبت مباراه المقاولين، دخل عناصر في الشوط الثاني، فهي دي افضل تشكيله من وجهه نظر نصرت، وانا بايده ان يبقى عندك ثبات في تشكيل النادي الاهلي. على ما اعتقد النهارده المعنويات وانت كسبان الدوري معنوياتك في السماء، النهارده مباراه عشان تثبت ان انا الاقدر بالدوري. طبعا مباراه الاهلي والزمالك خارج التوقعات، خارج التوقعات يعني بترجع لحاله اللعيب يوم المباراه. نعم. لو اللعيب موفق الكره ماشيه معاك بتقدر تادي بشكل افضل، لكن الافضل النادي الاهلي النهارده ان هو ينزل ضاغط من بدايه المباراه على الهواء مباشره، زي ما حضراتكم شايفين لاعبي النادي الاهلي بيستعدوا للخروج الى ارض الملعب لبدء عمليات التسخين. كابتن حماده بيبص في الساعه بيقول لك الميعاد مظبوط 100%، يعني 7:30 ل 5 7 وثلث ده هي دايما بتبقى متأخرين بدايه، متاخرين شويه 5 دقائق، متاخرين 5 دقائق، لكن في النهايه هينزل لعيبه النادي الاهلي حالا زي ما حضراتكم شايفين. محمد هاني، علي معلول، التشكيل الرسمي بقى والرئيسي اللي ظهر في مباراه المقاولين العرب، ويظهر اليوم نفس تشكيل النادي الاهلي في مباراته الهامه جدا امام نادي الزمالك، الهامه جدا تاريخيا واحصائيا وجماهيريا وكل شيء، ولكن لن تؤثر بشكل او باخر على صداره او على الفوز او على احتفاظ النادي الاهلي بدرع الدوري للموسم رقم 41. حاجه جميله جدا وحاجه نفتخر بيها كلنا زي ما حضراتكم شايفين، حاجه كويسه جدا. لعيبه النادي الاهلي بتنتظر النزول لبدء عمليات الاحماء. كابتن حماده عفوا، اخد راي حضرتك بقى في التشكيلين بشكل عام من وجهه نظرك كمدير فني كبير قدت العديد من الانديه ومنتخبنا الوطني. الفريقين عاملين حساب الماتش بشكل قوي جدا. توقعنا النادي الاهلي ممكن في ماتش في دوريات كثيره لما بيحسم الدوري بيغير شويه في التشكيل، ممكن يغير لاعبين ثلاث لاعبين، وعنده ناس قادره تبقى موجوده بشكل قوي جدا، يعني الدكه موجوده بره مقاعده البدلاء، عندهم لعيبه ممكن بس دي تبقى في نهايه يعني الدوري يا كابتن حماده يكون حسم، انت خدت الراحه هو اتحسم ورجعت عملت اعداد وراجع على الدوري، ولكن انت عندك ماتش الزمالك هي مدارس. دخلت لا هي دخلت ماتش الزمالك اللي هي البطوله. يمكن مستر مانويل كنت بشوفه مثلا بتفرج كان بيسافر وكان بيسيب حد يدير المباراه، فاكر ماتش بس ده يا كابتن حماده بيبقى الدوري يعني حته واحده على بعض. وخلاص انت حسمت، انت النهارده انت في الفصل الشهر ده انت بقالك كام سنه بتلعب؟ لا بطلت كوره من زمان. لا يعني اقصد ان انت في المجال الرياضي بقالك كام سنه؟ لا يعني عمر صح؟ عمر كبير. عمرك شفت دوري بيقعد 362 يوم؟ لا هو بص هي 362 بص هي يوم. مش خطا من حد، هي كانت سنه استثنائيه. بص يا كابتن معلش، النادي الاهلي في مقر النادي الاهلي في الجزيره الناس عامله ازاي النهارده؟ يعني الكل ينتظر اكن الماتش يحدد الدوري. بالظبط طبعا. اكن الماتش فاصل طبعا، الناس كلها مستنيه. الناس كلها مستنيه وهي بطوله منفرده طبعا. فكل مدير فني النهارده حاطط كل الاوراق قويه. يعني نادي الزمالك عامل جبهاته، مثلا عبد الله جمعه مع عزيز وعملوا جبهه قويه جدا دفاعيا وهجوميا. صح. الناحيه الثانيه النقاز وابراهيم حسن بيشتغلوا بشكل كويس دفاعيا يعني، والنادي الاهلي يعني الفرقتين بيلعبوا على الاطراف بشكل كويس. عندنا رمضان وعندنا حسين الشحات بيعملوا جبهه مع علي معلول وهاني. شفناهم الماتش اللي فات كان هم مفاتيح اللعب، علي معلول وهاني كان هم اللي يجوا من ورا، كان بيفضلهم بشكل كويس جدا. رمضان بيحب يستلم بيخش جوه بيعمل مساحه كويسه جدا لعلي معلول، وعلي معلول عنده الثلث الاخير هجوميا مفتاح لعب رائع. هاني بيشتغل من جوه ومن بره، بيشتغل مع حسين الشحات عاملين جبهه كويسه جدا.
وليد سليمان بيشتغل لما بيبقى تحت راس الحربة زي ما قال بلال، هو راس الحربة الثاني اللي بيتحرك في المساحة اللي من تحت أزاره بشكل كويس وعملها كويس الماتش اللي فات. وتختلف طريقه اللعب السيناريوهات بقى لما بينزل صالح جمعه. صالح جمعه من الناس اللي بتنزل تحت خالص ويبتدي الرؤيه تبقى واسعه عنده وصناعه اللعب وكشف الملعب، يمكن عنده الحته الدفاعيه شويه مش موجوده. يمكن السيناريو اللي هو بادئ بوليد، وليد عنده ناحيه دفاعيه كويس. سلام عليك يا كابتن، برافو. عشان فرجاني بالظبط يبقى قريب، يعني يبقى قريب يعني. مع ثالث نص ملعب مع حمدي مع السوليه بيشكلوا يعني قوه دفاعيه. وليد عنده القدرات الدفاعيه بيأديها بشكل كويس جدا، وفي نفس الوقت التحولات بتاعته كراس حربه سريعة. بس كراس حربه تاني مع ازارو في المساحه اللي بيخلقها له ازارو مع التحركات برضو بيحاول بيشتغل برضو على الاطراف كويس وليد. يعني حضرتك مع بدايه المباراه بوليد سليمان ده سيناريو حطه المدرب ونجح فيه، ومعاه على مقاعد البدلاء صالح جمعه الراجل صانع اللعب. امتى توقيته في الملعب؟ هينزل امتى؟ دي بتاعته هو حسب مجريات المباراه. يعني حسب رؤيته للماتش. أيوه. امتى صالح هينزل؟ امتى التغييرات اللي بره عنده احمد فتحي، عنده حسام عاشور، عنده مروان، عنده ناس تقدر تنشيط هجومي موجود، تنشيط دفاعي يبقى موجود عنده حسب النتيجه، حسب سير المباراه. انا شايف هيبقى في حذر من الفرقتين في البدايه. يعني ممكن مين هيبتدي يعمل ضغط من ناحيه ضغط امامي بسرعه. أيوه. هل النادي الاهلي اللي بياخد المبادره، هل الزمالك اللي ياخد المبادره؟ حسب بدايه المباراه والسيناريو الموضوع للمباراه نفسها. كابتن بلال، برضو حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه جدا، وهي ان خط دفاع نادي الزمالك، او اسامه اللي قال كده، خط دفاع نادي الزمالك بقى له فتره بيلعب مع بعض، ولكن اهم نقاط الضعف اللي موجوده في خط دفاع نادي الزمالك اللي هي محمود علاء وعبد الله جمعه، او محمد عبد الغني وعبد الله جمعه، المسافه اللي دايما بتبقى موجوده بينهم، ودي كان من الممكن ان يستغلها مثلا واحد زي صالح جمعه مثلا. ايضا ده جون بلال. ماشي يا سيدي، ماشي ماشي ماشي، مفيش مشكله. ايضا الناحيه الثانيه ما بين محمود علاء او محمد عبد الغني والنقاز بتبقى المسافه دي واسعه، ولو النقاز دخل لجوه بتبقى وراه فاضيه زي ما اسامه قال. كيف يمكن بقى استغلال نقاط الضعف الواضحه جدا في نادي الزمالك؟ في بص، زي ما انت قلت يا اسلام، الزمالك عنده مشكله كبيره. هو عنده ثبات في خط الدفاع، بس ده مش معناه ان خط الدفاع بالنسبه له متميز. يعني ممكن يكون عندي ثبات في خط الدفاع وكل حاجه، لكن ده مش معناه ان انا خط الدفاع بتاعي متميز. نادي الزمالك عنده مشكله كبيره جدا في الحتت العكسيه، تمام، في الكرات العكسيه بالتحديد. يعني معظم الاهداف اللي دخلت على النادي الزمالك دايما يا اما من ورا عبد الله جمعه، يا اما من ورا حمدي النقاز او النجاز زي ما بيقول. يعني تمام، مشكله في الكرات كمان العرضيه اللي بيشتغل عليها. الاثنين غير مميزين على الاطلاق في حته الكرات العكسيه. التغطيات العكسيه بتاعتهم سيئه جدا 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 جدا. عبد الله اتحسن بصراحه شويه، ممكن يعني ممكن عبد الله عشان السرعه بتاعته وهو عنده ميلان شويه في الحته الدفاعيه غير بالظبط غير حمدي النجاز. ولكن برده عنده مشكله في الكرات العاليه، مشكله برده انك لما بتشتغل الكرات العرضيه بتاعتك، ويبقى هو عشان هو برده قصير شويه وما عندوش الحته دي مش مميز فيها، فدي برده بتسبب مشكله لنادي الزمالك في الحته دي. الاهلي النهارده عشان يشتغل بشكل كويس قوي، زي ما برضو عندنا مشكله يا كابتن في حته علي معلول وحته محمد هاني، هم بيخرجوا هم برضو عندهم نفس المشكله، لان هم كمان ما عندهمش اللعيب اللي بيعمل الكفر او التغطيه في نص ملعب زي عمرو السوليه وزي حمدي فتحي. احنا عندنا اثنين بيغطوا بيعملوا حته التغطيه دي، فلما حد من الباك ليفت او الباك رايت عندنا بيتقدموا بيبقى في تغطيه وميلان سريع. لكن الزمالك عنده مشكله ان الوحيد اللي بيشتغل الحته دي هو طارق حامد فقط لا غير. ساسي دايما متقدم، ساسي دايما بيقوم بدور صانع العاب. الزمالك كانه بيلعب 4-1 4-1. أيوه. ودي مشكله لنادي الزمالك في الهجمات السريعه، لان الزمالك ما عندوش في حته الهجمات السريعه عنده مشاكل كبيره جدا، وشفناها كمان بيعتمد على طارق حامد ان هو يعني بس هتقدر تغطي على نص الملعب كله، هتبقى صعبه جدا جدا بالنسبه لك، خاصه ان انت برضه هو نادي الزمالك بيعتمد على اطرافه في الشغل الهجومي. مزبوط. بيعتمد على عبد الله جمعه، بيعتمد على حمدي النجاز، فصعب جدا انك تعمل عمليه التغطيه دي مع لعيبه عندها سرعات وامكانيات رمضان صبحي وامكانيات وسرعات الشحات. لعيبه سريعه، لعيبه مهاريه، واحد ضد واحد متميزين جدا. وليد ازار برده عنده حته السرعه دي، ويعيب برده نادي الزمالك الكرات الطوليه اللي في العمق، ان برده محمود علاء ما عندوش حته السرعه ما يقدرش يجاري بيها وليد ازار. مزبوط. وليد ازار اسرع بكتير جدا. تمام. فالنهارده الاهلي عشان يقدر ان هو يتفوق على نادي الزمالك لازم يستغل اطرافه بشكل كويس قوي. الهجمات المرتده السريعه كابتن مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي النهارده في الادوار الهجوميه بتاعته، ان هو يلعب كره سريعه جدا انك تقطع وتشتغل بسرعه، لان لو اديت الزمالك فرصه انه يرجع لورا هتبقى صعبه جدا عليك اختراق فرقه الزمالك النهارده بالاثنين اللي موجودين في نص ملعب والاربعه اللي موجودين في الخط الدفاعي.
لو سبت لو عايز تحضر كره وتلعب كره من رجل لرجل ببطء هتبقى صعب عليك اختراقاتهم. أيوة. انت اسهل حاجه تخترق نادي الزمالك انك لما تقطع تتحول بسرعه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، الكرات العكسيه الكرات الشمال ومش الشمال او الكرات السريعه او الكرات السريعه، تمام، انك تشتغل بسرعه جدا تقدر تخترق دفاعات نادي الزمالك. أيوة. نادي الزمالك دايما وهو بيهاجم عنده مشاكل كبيره جدا في الحته الدفاعيه. شفناها مباراه الجمعه يا كابتن، اكتر من فرصه خطيره على نادي الزمالك في حاله لما الكره بتتقطع منه، وهو برده مش مميز يعني ما عندوش الاثنين اللي في القلب، هو بس واحد فقط المميز في حته النقل، في حته الباس، في حته الثروهات اللي هو اساسي. طارق حمد هو بيلعب عرض كتير ما بيلعبش طولي، ولما بيلعب طولي بيمثل مشاكل كتيره جدا في الحته كلها، يعني معظمها كرات مقطوعه برغم المجهود الكبير اللي بيبذله في نص الملعب، ولكن انت برده في حته ايجابيه مفتقده عند نادي الزمالك، حته انك ازاي طارق يشتغل في الحته اللي قدام، ازاي طارق يشتغل مع المهاجمين، دي برده بتبقى مطلوبه، هي مش موجوده عند طارق حمد في الوقت الحالي، ممكن تتحسن فيما بعد ولكنها مش موجوده. فانت عشان تقدر تستغل نقط الضعف بتاعت نادي الزمالك لما تقطع لازم تتحول بسرعه وتستغل السرعات الموجوده عندك. اسامه، على الجانب الاخر النادي الاهلي في المباراه السابقه تركيز عالي جدا طوال المباراه، لكن في نهايه المباراه يعني قل التركيز شويه، خلت هدف يخش فينا في ظل بقى ان عندك خط هجوم اقوى خط هجوم يعتبر في الدوري هو خط هجوم نادي الزمالك، عمر السعيد وزيزو وابراهيم حسن ومحمد ابراهيم، غياب اوباما فارق، غياب كهربا فارق، ولكن برضو اربع لعيبه كويسين، ازاي نقدر نتحرك بشكل كويس وعلي يطلع يهاجم ومحمد يطلع وهاني الناحيه الثانيه يطلع يهاجم، ولكن في ظل حاله تامين دفاعي نعملها ازاي؟ اللي عجبني في مباراه المقاولين واتمنى اشوفه النهارده ان النادي الاهلي دخل في المباراه ماشي سمير سمير مظبطها كابتن حماده ما جابش جوان، كابتن حماده كان بيشيل جوان انا وهو يعني اللي مظلومين في القعده دي. ماشي، انا جيت في الزمالك بس جبت في فرقه ثانيه محله كده يعني. اتفضل. الحاجه اللي عجبتني في مباراه المقاولين الاهلي والمقاولين ان النادي الاهلي دخل في المباراه من اول دقيقه برغم ان كان بقاله فتره غاب عن المباريات الرسميه، فاتمنى النهارده دي تكون موجوده مع في بدايه المباراه مع نادي الزمالك، ما ناخدش وقت ان احنا ندخل المباراه، النادي الاهلي يبقى في عمليه الضغط اللي انا شايفها لصارت يعني اضافها بشكل جيد للنادي الاهلي من خلال فتره اعداد، عمليه الضغط بقت موجوده، النادي الاهلي لما بيفقد الكوره في اي مكان تلاقي فيه ضغط كبير سواء من حمدي فتحي، من عمرو السليه، من ازارو، من وليد سليمان. عمليه التامين، وانت بتتكلم يا كابتن اسلام عن مدافعي النادي الاهلي النهارده زي ما احنا متفقين، علي معلول بطبعه على طول بيحب الانطلاقات، يبقى لازم محمد هاني الناحيه الثانيه مأخر نفسه شويه ان هو يقف كانه سيرد باك ثالث، يبقى واقف خلاص، يبقى عندك محمد هاني، عندك رامي ربيعه اللي ما شاء الله ادى اداء رائع مباراه المقاولين، ونتمنى تكون يعني دي البدايه بتاعته ان شاء الله، مكسب كبير لدفاعات النادي الاهلي. رامي ربيعه تثبت طول، كورته حلوه، بيقدر يحضر من تحت، التوقع بتاعه دايما جيد، وايمن اشرف يبقى عندك ثلاثه، زائد حمدي فتحي اللي هو دايما بيميل للحته دي يا كابتن حماد، حمدي فتحي مش زي عمرو السليه، عمرو السليه دايما رجليه واخده لقدام، دايما بيشتغل لقدام، بيكمل كمان في الناحيه الهجوميه، اللي بيقوم بدور طارق حامد في نادي الزمالك في نادي الاهلي هو حمدي فتحي. بيأديها بشكل كويس، يبقى انت عندك الرباعي الستاره اللي ورا. لو العكس مع محمد هاني طلع يبقى عندك حمدي فتحي العكس. دايما النهارده الانطلاقات مش عايز اشوف ايمن اشرف ورامي ربيعه دايما على الخط واحد، لازم لو النهارده ايمن اشرف او رامي ربيعه ماسك عمر سعيد لازم ايمن اشرف مأخر نفسه خطوتين ثلاثه علشان الانطلاقات هتلاقي النهارده. انا بيتهيألي عمر سعيد يا اسامه لما يجي هيروح يروح لايمن اشرف عشان الطول يعني مش هيبعد عن هيقول يبعد عن رامي يعني لو ايمن اشرف على عديته الشمال مش هيغير مع رامي ربيعه. لا انت انت كراس حربه يعني انت شايف ان هو ايه من الذكاء ان هو يروح لايمن اشرف مثلا يعني؟ ممكن يعني يروح لايمن اشرف ان يقدر يشتغل معاه في الكرات العاليه، رغم ان ايمن بينط عالي جدا. رامي ربيعه ممكن هو عنده طول فممكن هو يشتغل ناحيه ايمن اشرف. هنكمل كلامنا مع نجومنا الكبار كابتن حماده صدقي، كابتن احمد بلال، كابتن اسامه حسني، ولكن ننتقل الى استوديو مختار التتش نشوف عمر ربيع ياسين مع نجومنا الكبار الكابتن محمد حشيش والنجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، هيتكلموا معانا طبعا دلوقتي عن ماذا سيحدث. طيب لغايه لما يجهزوا يا جماعه يعني جاهز؟ طيب اتفضلوا بما انهم جاهزين، اتفضل يا عمر. كابتن حماده صدقي بيسلم عليك، الكابتن احمد بلال، الكابتن اسامه حسني بيسلموا عليك وعلى كابتن محمد حشيش وعلى نجومنا ونجمنا الكبير الكابتن شريف عبد المنعم. تحياتي ليك كابتن اسلام وتحياتي لنجومك الكبار كابتن حماده صدقي والكابتن احمد بلال والكابتن اسامه حسني.
تحيات ايضا الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش لحضراتكم بيسلموا عليكم طبعا نجومنا في الاستوديو النجوم اللي موجودين في قناه النادي الاهلي طبعا يعني من وسط النادي الاهلي تاني كابتن اسلام من وسط عائله الاهلي في مقر النادي الاهلي في الجزيره وبنتابع مع نجومنا تشكيل المباراه علشان نتكلم فنيا بشكل اكبر قبل بداية المباراة كابتن شريف تشكيلة النادي الأهلي محمد الشناوي محمد هاني أيمن أشرف رامي ربيعة علي معلول حمدي فتحي عمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان رمضان صبحي ووليد أزارو نفس التشكيل مباراة المقاولين واضح أن الراجل نازل مركز الراجل إن شاء الله مش عايز يفرط في الثلاث نقاط قبل ما تكون مباراة قمة عايز يفنش الدوري بشكل محترم والله انت معك حق وهو الراجل معاه حق كمان وفي حاجة لازم احنا نعرفها كمان ان اللعيبة بعد المباراة الضغوط النفسية اللي كانت مطالبة بيهم ان هم يخلصوها وياخدوا الدوري واعتقد هم اكتسبوا لياقة بدنية عالية اكتر تخليهم النهاردة واقفين في الملعب الحقيقة يتمتعوا بفنياتهم العالية اللي هم يقدروا يقدموها قدام نادي الزمالك طبعا اللي احنا قلنا هيبقى النهاردة ليه هجوم وليه شراسة في الاداء وليه كل حاجة لان ده ليس له إلا هذا الأمل الوحيد أنه يخرج من الموسم أمام النادي الأهلي في البطولة أنه هو في البطولة الخاصة يكون لي وضع ويكون لي مقام النهاردة في ضغط كبير قوي على نص الملعب اللي أنت تفضلت وقلته حسام نص الملعب حمدي فتحي وعمرو السولية ووليد طبعا وليد بالتحركات اللي كان بيعملها الخلفية اللي ورا الباك ليفت وكان بيتحرك من ورا رمضان صبحي عملنا ثغره جديده وشكل جديد قوي احنا كنا متمتعين بيه مع علي معلول الحقيقه في تحركاته هي مجمل التحركات النهارده ان شاء الله لو كملت بالثقه الزايده اللي هي موجوده عندهم بعد الحصول على البطوله والهدوء في الاداء هنلاقي تحركات من ناحيه اليمين محمد هاني والاطراف بتاعت علي معلول وعايزين التحركات بقى اللي هي المثمره اللي احنا شفناها في نزول صالح جمعه عايزين نشوفها من بدايه المباراه يعني عايزين نشوفها من الشوط الاولاني اللي هي بتتحرك لبعض في السويتشات وبيدوا لبعض فرص ان هم يوصلوا للجول فهنضطر هنقول كل اللعيبه هتبقى حشيش بلاي ميكر النهارده يعني مش هنقول مين البلاي ميكر مين لا النهارده لازم الصناعه كلها تبقى صناعه تحركات مع بعض وصناعه ازاي الناس تغطي على بعض في نفس الشكل ما هنا فين المراكز او اي حاجه لازم يبقى في عمليه تحرر اذا كان في الهجوم او في الدفاع فانا النهارده بتمنى توفيق الفريق اللي هو نفس التوفيق اللي لعب بيه قدام فريق مقاولين العرب وجابوا الدوري الحمد لله ولعبوا مباراه الناس كلها اشادت قالت مباراه كبيره جدا يعني رغم الضغوط ورغم الظروف اللي كانت بتمر بيها من اول السنه لغايه دلوقتي انما احنا فاهدى اعصابا ان شاء الله اللعيبه تلعب براحتها جدا نخرج من الشوط الاولاني منتصرين باذن الله يديني ثقه اكتر يديني مكانه في الملعب اكتر بتعمل هزه نفسيه للخصم لما انت بتبقى ليك السبق في احراز الاهداف فكل اللي بنتمناه التوفيق للعيبه النهارده والجهاز الفني بتاعه ونحب نتفرج الحقيقه على مباراه تليق باسم الناديين الكبار كابتن حشيش مع الزمالك وتشكيل نادي الزمالك بيعود لحارس المرمى عماد السيد في حراسه المرمى وبيعود ايضا عبد الله جمعه في مركز الظهير الايسر محمد عبد الغني وحمدي النقاز ومحمود علاء فرجاني ساسي وطارق حامد قدامهم احمد زيزو ومحمد ابراهيم وابراهيم حسن و يعني راس حربه وحيد عمر السعيد بيلعب بطريقه 4-2-3-1 اعتقد ان الفريقين كمان بيلعبوا بنفس الطريقه هل نادي الزمالك حضرتك شايف مع عوده عماد السيد وعوده عبد الله جمعه ممكن يعني يعطي الفريق بعض من القوه اللي ما كانتش موجوده في مباراه الجونه في كحارس مرمى يديهم الاطمئنان بيلعب بشكل اساسي ايضا عبد الله جمعه واحد من افضل اللعيبه اللي موجودين في نادي الزمالك الموسم الحالي عايز ارجع بس سنه لتشكيل النادي الاهلي الثبات زي ما احنا قلنا مطلوب ولو اني كنت احبذ ان صالح جمعه برده زي ما قلت الماتش اللي فات ان هو يبتدي برده من البدايه زي ما انتهينا الماتش اللي فات تحس ان الملعب كان مظبوط ويدفع بوليد سليمان ممكن في الشوط الثاني على حسب الظروف يعني انما ان شاء الله باذن الله واضح من مستوى لعيبه النادي الاهلي المباراه اللي فاتت انهم استفادوا كويس قوي من معسكر الاعداد بتاع اسبانيا عملوا معسكر كويس دليل ان كل الفرقه على مستوى يعني شفناهم كلهم على مستوى جيد مفيش حصل اصابات او لا قدر الله او شده او كرمبات بالذات في تحديد في الشوط الثاني مع انه كان مباراه من اولها لاخرها كلها جري مع فرقه عندها سرعات زي المقاولين العرب
اعتقد ان شاء الله باذن الله التجانس ده هيفرق مع النادي الاهلي النهارده. وزي ما قلنا قبل الفاصل ان دوافع النادي الاهلي كبيره ان هو يفنش ان شاء الله باذن الله البطوله ويحافظ على مكسبه بطوله الدوري العام بشكل جيد. لو اتكلمنا على نادي الزمالك طبعا عوده عبد الله جمعه طبعا مكسب كبير نادي الزمالك في انطلاقاته من ناحيه الجبهه اليسرى ان هو طبعا بيخلق جبهه كبيره مع زيزو ناحيه الشمال، هيبقى في سرعات كبيره قوي ناحيه يمين النادي الاهلي. محمد هاني لازم حسين الشحات ومحمد هاني هيبقى موجودين ناحيه اليمين، هيبقى موجودين ناحيه وهيبقى دور حمدي فتحي مهم قوي في الحته دي لان محمد هاني هيبقى عليه ضغط كبير قوي من الجبهه السريعه عبد الله سعيد وزيزو. يمكن المفروض ان معلول بقى يكثف طبعا هجماته ويبقى ضغط النادي الاهلي من ناحيه الشمال. اللي اعتقد برضو ان ممكن يكون خالد جلال عامل برضو يعني مظبط الحته دي وقافل على معلول ورمضان صبحي لان عارف ان مصدر خطوره النادي الاهلي من ناحيه طبعا رمضان صبحي ومن ناحيه معلول. النهارده مهم قوي النادي الاهلي ما يتمسكش بالمراكز بتاعته، لازم يبقى فيه تحركات وتحركات كتيره، يغير شويه من اسلوبه، مش يغير يعني يبقى فيه اساليب هجوم مختلفه من طبعا الاجناب ومن القلب بالذات حسين الشحات لازم بيبقى خطر جدا لما يخش من جوه بين السيرد باك وبين الباك بيبقى خطر. شفناه الماتش اللي فات جاب جون من حته خطر جدا جدا. الاثنين ديفندرات بتوع النادي الاهلي عليهم عامل كبير جدا جدا حمدي فتحي وعمرو السوليه في التمركز الدفاعي الجيد لان نادي الزمالك بيجيد برضو حته الهجمات المرتده. اعتقد نادي الزمالك النهارده هيسعى للفوز من اول دقيقه وهيلعب ضاغط على النادي الاهلي، ده عايز تركيز من كل اللعيبه ولازم يبقى فيه المساحات كلها تبقى قريبه والخطوط قريبه عشان يقابل السرعات اللي موجوده في فريق نادي الزمالك. طيب لسه مكملين مع نجومنا لكن في الاستوديو، خلصنا مع حضراتكم هنا تعليق النجمين الكبار الكابتن شريف عبد المنعم وكابتن محمد حشيش على تشكيل الفريقين. نتمنى التوفيق كله للنادي الاهلي ان شاء الله في مباراه اليوم علشان يكون ختام مميز، ختام محترم يليق بفوز النادي الاهلي بلقبه 41. لسه مكملين معاكم لكن في الاستوديو الخاص بقناه النادي الاهلي مع النجم الكابتن اسلام الشاطر وضيوفه الكرام. اليك الكلمه يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا زميلنا عمر ربيع ياسين ونجوم الكبار الاستوديو التحليلي في مقر النادي الاهلي في الجزيره كابتن شريف عبد المنعم وكابتن محمد حشيش. كابتن حماده او كابتن بلال ولا كابتن حماده؟ كابتن بلال. ماشي كابتن بلال. كابتن حماده السؤال عند كابتن حماده. طيب خلاص يبقى نروح لكابتن حماده. كابتن حماده زي ما اتكلمنا على تشكيل نادي الاهلي وتشكيل نادي الزمالك وحضرتك يعني اتكلمت بشكل عام عن التشكيلين، اهم نقاط الضعف اللي موجوده في نادي الزمالك مش من الناحيه الدفاعيه بقى، من الناحيه الهجوميه، بمعنى ان الناحيه الدفاعيه معروف محمود علاء وعبد الله جمعه الفارق الكبير اللي دايما بيبقى في المكان ده. في وسط الملعب عدم وجود طارق حامد او حد جنب طارق حامد، هل ده هيؤثر بشكل سلبي على نادي الزمالك؟ هو طارق طبعا بيملى المكان ده بشكل كويس جدا وبينجح فيه مع المنتخب ومع نادي الزمالك، وبيدي الفرصه لفرجاني يبقى جنب محمد ابراهيم كصانع لعب. يعني نادي الزمالك النهارده بيلعب بصانع لعب، ومحمد ابراهيم اللي زي بيقوم بوليد سليمان اللي هو بيكمل راس حربه تاني بيزيد. زي ما قلنا الضعف الدفاعي عند نادي الزمالك، النادي الاهلي لو قدر يخلق مساحه كويسه لازارو في بطء شديد جدا في قلب الدفاع بتاع نادي الزمالك. يعني ازارو ازاي تقدر تخلق له فرصه مساحه يقدر يشتغل فيها في السرعات. احنا النادي الاهلي بيشتغل بالمهاره بتاعه الاطراف رمضان وحسين الشحات. يعني المهاره الفرديه اللي بتحل لو في تكتلات، يعني اكيد الزمالك عامل حساب السرعات بتاعه ازارو، السرعات بتاعه رمضان، السرعات بتاعه حسين الشحات، اكيد هيعمل مساحات هيقفل المساحات عشان ما يديش الفرصه للاطراف والشغل بتاع النادي الاهلي اللي بيستغله من رمضان من حسين الشحات. عنده خلل في وسط الملعب شويه، يعني فرجاني الساسي ما بيرجعش، ارتداده في بطء سنه جنب طارق حامد، ده ممكن يخلق مساحه للنادي الاهلي. النادي الاهلي مميز في وسط الملعب، السوليه وحمدي فتحي ووليد بيعملوا كثافه عدديه اكتر من نادي الزمالك. نادي الزمالك لما بيهاجم ارتداده بيبقى ضعيف شويه من
قلب الملعب اللي هو فرجاني ساسي ومحمد ابراهيم، ما هو الثلاثه دول يعتبروا يعني الاثنين دولت مع طارق حامد اللي قلب الملعب بالظبط، هو العمق بتاع الملعب اللي بيخلي طارق حامد ثابت. بتحاول طريقه الزمالك 4-1 بيعتمد في اكتر الماتشات على الكره الطويله لعمر السعيد اللي هو بيشتغل محط، بيعرف يقف على الكره كويس ويستغل الاطراف، يستغل محمد ابراهيم اللي عنده نفس المهاره بتاعه وليد اللي بيقدر يختلق بيها بشكل كويس جدا، يستغل تقدم فرجاني ساسي بيروح بتلاقيه تحت راس الحربه برضو لما بيترد الكره بتخلق مساحه كبيره بيبقى فيها طارق حامد لوحديه. احنا النادي الاهلي ممكن يستغل بقى المكان دوت ويقدر يشتغل في المساحات بتاعه العمق اكتر، والمساحه اللي ممكن في حاله الهجوم نادي الزمالك لما بقطع ازاي بتحول بسرعه لرمضان، بتحول لازارو كره طويله في اوقات معينه مطلوبه عشان ياخد المساحه بسرعه ازارو اللي في بطء شديد في خط دفاع نادي الزمالك، يمكن نقاز اسرع شويه ولكن دفاعيا مش بالقوه ولكن عنده السرعات. عبد الله جمعه بيطلع بيزيد كتير، ممكن مساحه كبيره تبقى موجوده في ظهره استغلها مثلا رمضان حسين الشحات لو اتنقل في المكان ده، او ازارو لما بيروح على الاطراف وبيخلي وليد سليمان بيكمل في عمق الملعب كراس حربة تاني. تمام. النهارده الجريحين سواء علي معلول او حمدي النقازي الاثنين كانوا بره منتخب تونس، من يتفوق من وجهه نظرك النهارده في هذه المواجهه الهجوميه الدفاعيه؟ مواجهه صعبه، يعني مواجهه صعبه، الاثنين عندهم تقريبا نفس الامكانيات، امكانيات هجوميه كبيره جدا، امكانيات دفاعيه قليله شويه. علي معلول يمكن المباراه اللي فاتت مسجل هدف، اصبح عنده نشوه كبيره جدا عن نادي الزمالك، عن كمان حمد النجاز في المباراه اللي فاتت، هو يمكن جاي من مكسب الاسماعيلي لكن قبلها خروج من الدوري وفقدان بطوله الدوري العام. يمكن علي يعني ريتمه مع الاهلي بيزيد كتير جدا السنه دي، انا بعتبره من افضل لاعبين الدوري العام، مش بس من افضل اللاعبين الموجود في النادي الاهلي، لعيب دايما بيكمل في النواحي الهجوميه، بقى شايف في امكانياته انه يقدر في وقت من الاوقات انه يسجل اهداف دائما، يعني علي معلول على طول شايف يا كابتن نفسه ان هو عايز يسجل اهداف، انه عنده رغبه في تسجيل الاهداف واهدافه مؤثره في اوقات صعبه جدا جدا جدا، يعني هو بيقوم بدور يعني لعيب وينج اكتر منه لعيب باك ليفت، يعني عنده المهام الهجوميه اكتر بكتير جدا من المهام الدفاعيه. النهارده تبقى مباراه صعبه جدا بالاثنين، الاثنين عندهم سرعات، يمكن حمد النجاز عنده برجل اطول شويه من علي معلول، ولكن خد بالك انت لما بتلعب اثنين بيلعبوا في منتخب، اثنين عندهم الامكانيات الهجوميه عاليه جدا، عندهم حته الكروس رائع جدا جدا جدا، ما تقدرش تحكم تقول مين فيهم ممكن النهارده يتفوق على الثاني، هتبقى صعبه يعني. يمكن حلول علي معلول اكتر، الحلول في تسجيل الاهداف، لا وبدايته الهجمه من تحت، يعني عنده تنوع كتير قوي، بتلاقيه داخل جوه الملعب بيشتغل كويس، بيشتغل اطراف، لكن حمدي طرف ده باك رايت بس بتكلم على مين هيحل، مين هيحل مين ده باك رايت وده باك ليفت، قصاد بعض الاثنين يعني قصاد بعض الاثنين. فانا بشوف ان ممكن زمالك كابتن كده يمكن علي معلول مع النشوه والمكسب وتسجيل الاهداف دوره اكتر شويه اكتر من حمدي النجاز، وان كان حمدي عنده خطوره جدا، يعني من اللعيبه من افضل اللعيبه اللي بتعمل كروس في مصر كلها في التوقيت الحالي، يمكن انا يعني افضل يمكن على الاطلاق ممكن يكون افضل واحد في مصر كلها، لما بيعدي على الخط بيعمل كروس رائع جدا جدا جدا، هو كان نقطه تحول كبيره جدا في اداء الزمالك السنه دي، عامل اسيست كتير جدا جدا لنادي الزمالك السنه دي. فالاثنين المهام النهارده لازم يكون في مهام دفاعيه للاثنين، لو اعتمدوا بس على امكانياتهم الهجوميه هتبقى في مشكله كبيره جدا عليهم الاثنين، سواء اذا كان علي معلول او حمدي النجاز. هاني وعبد الله نفس السن تقريبا، او يعني عبد الله اكبر، عبد الله جمعه اكبر شويه لكن قريبين نفس، يعني هاني اطول سنه بسيطه، يعني تقريبا تحس ان هم ايه يعني قريبين من بعض في كل حاجه، ولكن نفس السن تقريبا 96 الاثنين. حضرتك اللي تقول لنا بقى، لا نفس السن، نفس السن. طيب نفس السن كل حاجه، مين يقدر يتفوق؟ عبد الله الناحيه الدفاعيه عنده مش زي الهجوميه، ولكن برضه محمد هاني نفس الكلام عنده الناحيه الدفاعيه اقوى من الناحيه الهجوميه. خلي بالك الاثنين من الباكين المميزين سواء عبد الله جمعه ومحمد هاني، وكنا بالنادي كمان انهم يكونوا موجودين في منتخب مصر وكانوا هيمثلوا اضافه وما تمش اختيارهم. محمد هاني تطور مع لاسارتي بشكل كبير جدا في النواحي الهجوميه، بقى بيعمل حاجه بيعملها علي معلول كان هو المميز بيها في مصر، اول ما كان رمضان صبحي يستلم الكوره تلاقيه قطع في ظهر رمضان صبحي سبرنت جاي قطع ممكن 70 80 متر عشان تتعمل له ويعمل العرضيه. محمد هاني دي تطورت عنده بشكل كبير، بقى بيقدر يشتغل اول ما حسين الشحات بيستلم الكوره بيجي من وراه، وانت لعبت في المكان ده يا كابتن اسلام باك رايت، ازاي ان انا اعدي الراجل اللي قدامي عشان يبقى الكره العرضيه فيها خطوره. عبد الله جمعه
من اهم مفاتيح لعب نادي الزمالك، وما نقدرش نتكلم او نقلل من قدر عبد الله جمعه. دفاعيا مجتهد، التايمنج بتاعه بتاع التاكلنج وانه بيطلع الكوره بيجيد فيه. هجوميا مميز، النهارده هتكون مواجهه قويه ما بين محمد هاني وما بين عبد الله جمعه. لكن اللي هينجح محمد هاني عندنا وينجح علي معلول هو الاثنين اللي قدامهم، رمضان صبحي وحسين الشحات. دول اهم اثنين هينجحوا الظاهرين اللي عندك، الباك رايت والباك ليفت. بمعنى كابتن حماده اتكلم في نقطه مهمه، قال لك المنطقه بتاع طارق حامد، طارق حامد مش هيقدر يغطي المنطقه دي كلها لوحده، خاصه بالزبط. ان ساسي هو اللي يعني مش مميز في الناحيه الدفاعيه في رجال ساسي. فالنهارده رمضان صبحي مع حسين الشحات محتاج ان انا اشتغل في عمق الملعب شويه او اضم شويه عشان ادي المساحه لمحمد هاني انه يقدر يطلع من ظهري، ونفس الكلام رمضان صبحي انه يشتغل من جوه ما يقفلش على علي معلول. النهارده لو رمضان صبحي كل شغله على الخط هتلاقي سهل ان النقاز يمسك الاثنين، سواء علي معلول رمضان صبحي يرجع مع ابراهيم حسن. اما لو ضم جوه يبدا يعمل مشاكل لدفاع نادي الزمالك ويعمل مشاكل لمنطقه وسط نادي الزمالك كمان. هو حسين الشحات مع رمضان صبحي. التكمله الهجوميه النهارده مهمه جدا. النهارده لما علي معلول بيطلع او محمد هاني، النهارده مش عايز اشوف بقى وليد ازار لوحده، لا ده انا عايز اشوف وليد سليمان اللي دايما بيعملها بشكل كويس، انه بيدخل مهاجم تاني في ظهر وليد ازارو، حسين الشحات في ظهره، او رمضان صبحي العكس، عمرو سليه ضم كل الخطوط وكل الناس الخطوط قريبه من بعض، ما اديش مساحه. البدايه مهمه زي ما احنا اتكلمنا فيها كابتن اسلام، عمليه الضغط النهارده من الرباعي الامامي رمضان صبحي مع حسين الشحات مع وليد سليمان مع وليد ازارو مهمه جدا. عمليه ان الخطوط تبقى قريبه من بعض ده مهم جدا، ان خاصه زي ما بقول لك نادي الزمالك في وقت من الاوقات هتلاقي النهارده بيقفل بشكل كبير، فانا محتاج اللمسه ولعبه ان انا اتحرك. رمضان صبحي مش عايز احتفظ بالكوره كتير النهارده، في وقت ممكن احتفظ بالكوره واعدي والمهاره يبقى ليها دور مهم جدا، وفي وقت ان انا لازم يبقى لمسه ولعبه ان انا اقدر اضرب الخطوط دفاعات نادي الزمالك. كابتن حماده عندك حراسه المرمى، حراسه المرمى محمد الشناوي نمره واحد في مصر، الافضل او يعتبر من الافضل في افريقيا في بطوله كاس الامم الافريقيه الاخيره. على الجانب الاخر عماد السيد لاعب كويس او حارس مرمى جيد وكل حاجه، ولكن بقاله فتره طويله وما بيلعبش، وغير ان هو ما بيلعبش الاساسي دائما في نادي الزمالك كان جنيش ومصاب. تفتكر قد يكون النهارده نقطه الضعف وكيف يمكن استغلالها؟ طبعا زي ما انت قلت ان الشناوي رقم واحد في مصر، هو حارس منتخب مصر الاول ومستواه ثابت، عنده الثقه. عماد من الحراس الممتازين، يمكن اشتغل معايا قبل كده في انبي. عماد كان راجع من اصابه، كان خد الماتش اللي فات، دخل في الماتشات، عنده من الخبرات اللي يقدر يقف عنده، يعني عنده من خبرات عماد طبعا. لا حارس جيد. هي حسب بقى الشغل اللي على المرمى عامل ازاي، النادي الاهلي يشتغل ازاي، لكن هو حارس جيد يعني. ما اقدرش اقول لعماد بس هو ده اللي كنا عايزين نوصل له، حارس جيد يعني. كان هو كان بيبقى منافسه مع جنش اشتغل الفتره كلها، لكن لما كان لاعب عماد فترات طويله مع نادي الزمالك كان بيأدي بشكل بيأدي بشكل كويس جدا، ولكن المكان ده فيه تثبيت، في يعني جنش كان هو ثابت على طول، زي النادي الاهلي فيه الشناوي هو اللي ثابت، لكن مع عندك شريف وعندك علي لطفي بيأدوا بشكل كويس لما بياخدوا الفرصه. وبالتالي اذا مش هنعتبرها نقطه ضعف عماد السيد، بالعكس هنعتبرها نقطه جيده. لا مش نقطه ضعف، وتفرق في بدايه الماتش يا كابتن يعني اكتساب الثقه يعني. طبعا يعني مش هيبقى بص عماد مش هيبقى مهزوز، امكانيات مش هيبقى مهزوز. هو ده بس النقطه اللي احنا عايزين نوصل لها. هل عماد من اللعيبه اللي هتتهز؟ لا، ولا هيبقى طبيعي؟ عماد من اللعيبه كويس او وحش بقى دي بتبقى رزق، ويرجع بيبقى كويس، بيلعب عنده من الخبره وعنده يعني ادى بشكل كويس جدا مع الماتشات اللي لعبها مع نادي الزمالك، بيأدي بشكل اكثر. هي القصه كلها النهارده اللي يعني اللي هيبقى اللي يقدر يجيب الكوره بسرعه في زمن قليل جدا لما بتقطع منه. النادي الاهلي شفناه في الماتش اللي فات، اول ما الكوره بتبقى في ايدها بيجيبها بسرعه. ده هتفرق معاك دي كانت الميزه فعلا النهارده، هتفرق معاه ازاي استرجاع الكوره في زمن قليل، اول ما افقد الكوره ازاي بجيبها، مش برجع لا بتقطع مني في مكان معين، ازاي بجيب الكوره واشتغل بسرعه واحول نفسي للناحيه الهجوميه بشكل كويس جدا. دي هتفرق كتير مع النادي الاهلي. تمام. في خطوره عند نادي الزمالك يعني، محمد ابراهيم داخل في تحدي مع الزمالك ومع نفسه، ومن اللعيبه اللي هي بتجيد في ماتشات الاهلي والزمالك. حقيقه لعيب كويس بيأدي بشكل كويس جدا. زيزو من اللعيبه الخطره في نادي الزمالك، يعني الاثنين دولت انا شايفهم اخطر عنصرين موجودين في نادي الزمالك النهارده. طيب بلال، اخيرا
بدلاء النادي الاهلي علي لطفي، ياسر ابراهيم، اجاييه، مروان محسن، حسام عاشور، صالح جمعه، احمد فتحي. بسرعه جدا، من لاسارتي هيستعين بمين بعد نهايه المباراه؟ بص، بين الشوطين هو طبعا على حسب سير اللقاء وعلى حسب النتيجه اللي هتاديها، ده رقم واحد. رقم اثنين، هو يعني المباريات اللي فاتت دي كلها يعني، او حتى اللي شفناها في حتى المباريات الوديه كمان، بيستعين بصالح كبديل استراتيجي بالنسبه له، ان هو بيغير بيه شكل وطريقه اللعب كمان. ممكن اجاييه يبقى له دور هو النهارده، ومروان محسن ممكن يكون لهم دور النهارده مع الفريق النهارده في الشكل الهجومي ده، برده على حسب برده النتيجه والاداء. ممكن النهارده تبقى النتيجه غير مسعفه، فبالتالي يبقى التغييرات بتاعتك كلها هجوميه. لو كانت النتيجه يعني العكس، لو انت كسبان النهارده بالظبط، بالظبط ممكن النهارده تدي احمد فتحي برده جزء من الماتش لو انت كسبان، ممكن تدي عاشور النهارده جزء من الماتش لو انت كسبان، على حسب النتيجه وعلى حسب سير اللقاء النهارده. اسلام، تمام. على الجانب الاخر، اسامه، بدلاء نادي الزمالك، عمر صلاح، ايمن حفني، محمود عبد العزيز الونش، احمد مدبولي، عنتر، حميد احداد. بس عايز اتكلم عن النادي الاهلي، حته الفرص تحت الفرص واستغلال الفرص مهم جدا جدا جدا. لو بالارقام النادي الاهلي اكبر نادي بيخلق، او اكتر نادي بيخلق فرص في مشوار الدوري. فالنهارده استغلال الفرص مهم جدا، خاصه كمان في بدايه المباراه عندك فيه لعيبه يعني، ممكن ايمن حفني من العناصر الهجوميه، وعنده خبرات مباراه اهلي وزمالك لعبها كتير، ولعيب مؤثر برغم ان هو بعيد عن المباريات الرسميه بقاله فتره. الونش برضه في دفاعات نادي الزمالك مهم، على حسب برضه ما سير المباراه، على سير المباراه. تمام، انا بشكر حضرتك جدا يا كابتن حماده، ان شاء الله نلتقي بعد نهايه المباراه. شكرا جزيلا يا كابتن بلال، شكرا جزيلا يا كابتن اسامه. هنطلع بقى نشوف اخيرا تقرير عن فوز النادي الاهلي، او النادي الاهلي يستعد وحرصه على الفوز بعد اللقب، او بعد حصوله على اللقب. وبعد كده بقى هنسيب حضراتكم تتفرجوا على المباراه، وبعد المباراه مباشره نلتقي مع نجومنا الكبار كابتن حماده صدقي، كابتن احمد بلال، كابتن اسامه حسني، ومفاجات خاصه بقناه النادي الاهلي. هنسيب حضراتكم مع التقرير بعد كده المباراه، ونلتقيكم مباشره بعد نهايه المباراه على خير يا رب ان شاء الله.